لجنة فبراير تقدم النسخة النهائية للتعديل في الإعلان الدستوري بالذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة وبسقف زمني لا يتجاوز 18 شهرا في كل الأحوال للمرحلة الانتقالية وبمنح 13 صلاحية لرئيس الدولة. لا أؤمن بحاجة اسمها مؤتمر وطني الآن إطلاقا. فالمؤتمر الوطني من يوم 7/2 إنها استنفذ كل صلاحياته وكل وقته ومساحته الزمنية من يوم 7/2، فقراراته كلها باطلة. في خلال ثواني أنا نقول لك ما جناش حتى إنذار من الأمن الرئاسي، في خلال ثواني دخلوا علينا من الباب هذا وألفاظ بديئة، سب، كل كلام تسمع، وبدأوا في التهجم علينا. المؤتمر اللي أمن على أساس أنه يقود هذه المرحلة نجد للأسف أن يشرع في أشياء ما لهاش علاقة بهم. الحكومة تنفذ ما تشاء منها وتزيد عليها حتى هي لصالحها. لهذه الأسباب كلها أخواننا، نحن لما رأينا قلنا والله هل كيف ما فيش حد ينقذ البلاد اللي خلاص ماشية تبي تنتهي؟ إذا أعطيناها نحن نشوف فيه ولا القتل في الشوارع، لكن إذا أعطيناها 5 سنوات أخرى لعلمك أنت يقبل القتل داخل البيوت. تبدي الحكومة المؤقتة أسفها الشديد على ما حدث بقاعة المؤتمر الوطني العام مساء أمس، وتؤكد إدانتها لأعمال العنف والاعتداء والإرغام، وفي ذات الوقت تعرب عن إدانتها لعملية اختطاف مجموعة من الشباب المعتصمين أمام المؤتمر الوطني العام وحرق خيمته. قد صار واضحا أن الانقلابيين الخارجين عن القانون والداعمين لهم يشكلون خطرا على الشعب الليبي وثورته. يأتي هذا في أيام تشهد غمامة كثيفة تحجب الرؤية، وشهر ينحشر بين زخمين، زخم مشهد سياسي بدأ بسحب الثقة من الحكومة ولا للتمديد وإسقاط المؤتمر والمؤتمر ومؤتمر روما، وانقلابات صباحية إعلامية، ومشهد آخر دموي بدأ ولم ينتهي بالاغتيالات والتفجيرات وانعدام الأمن. وحينما تتزاحم الأفكار والآراء تجاه الخروج من الزخمين يفرز المشهد خارطة بالتفاصيل، وحينما تذكر التفاصيل يذكر معها رحلات البحث عن التوافق بين 200 عضو و 200 قائد أعلى و 200 رئيس للحكومة. أو بعبارة أخرى، الشيطان يسكن في التفاصيل. طابت أوقاتكم، ومع كل تعقيدات المشهد دعونا نسأل إلى أي مدى يمكن لهذه التعديلات أن تصحح المسار،
وبما حملته من تفاصيل، هل سيتم تمرير هذه التعديلات وكيف يمكن تطبيقها في هذا التوقيت بالتحديد؟ قبل أن نرحب بضيوف الكرام، دعونا نلقي نظرة سريعة على ما جاء اليوم في ختام أعمال لجنة فبراير وهذا المؤتمر، ثم نعود لنرحب بالضيوف ونبدأ النقاش. ما قدم للمؤتمر هذا اليوم هو عبارة عن مقترح يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المتبقية. السلطة التشريعية أوكلت إلى مجلس للنواب، هذا المجلس ينتخب مباشرة من الشعب بطريق الانتخاب الحر المباشر والعام السري أيضا. السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الدولة من ناحية، الذي ينتخب هو الآخر بطريق الاقتراع السري العام والمباشر، إذن انتخابا مباشرا، والحكومة مجلس وزراء الذي يختار يقوم على أن يقوم رئيس الدولة باختيار رئيس الوزراء، ثم يترك لهذا الشخص أن يشكل حكومته لتقدم برنامجها إلى مجلس النواب لنيل الثقة. الشرط المتعلق بالسن بالنسبة لرئيس الدولة هو 40 سنة، بالنسبة لرئيس الحكومة 30 سنة، بالنسبة لأعضاء مجلس النواب والوزراء هو 25%، أي 25 سنة. حاولنا قدر الإمكان إذن أن نستجيب للواقع السكاني في ليبيا باعتبار أن النسبة الغالبة الآن هي من الشباب. مجلس النواب هو السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، وهو الذي يراقب، وهو الذي يضع، بالتأكيد يضع التشريعات، ولكنه يعتمد الحكومة، أي هو الذي يعطي للحكومة الثقة، وهو الذي يستطيع أيضا أن يسحب الثقة من هذه الحكومة، وهو الذي يراقب السلطة التنفيذية. بالنسبة لاختصاصات رئيس الدولة لا تتجاوز الرقم 13، هذا الرقم غير مستحب في بعض البلدان، ولكننا اخترناه هنا ليكون هو نطاق اختصاص رئيس الدولة. هو الذي يمثلها في علاقاتها الخارجية، هو الذي يختار رئيس الوزراء، هو الذي يقوم بمهام القائد العام، هو الذي يعين ويقيل رئيس جهاز المخابرات، هو الذي يعين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمة الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية. إذن هناك تعاون بين الرئيس، مؤسسة الرئاسة والحكومة، وهو الذي يقوم بتعيين كبار الموظفين، وهو الذي يعتمد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، إصدار القوانين، التوقيع على الاتفاقيات وإحالتها لمجلس النواب للتصديق، إعلان حالة الطوارئ، لكن بشرطين: موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 10 أيام، إما ليقر أو ليلغي. بين الإقرار أو الإلغاء، طابت أوقاتكم من جديد يا أستاذ. دعونا في البداية نرحب بضيوفي الكرام، معي عبر الأقمار الاصطناعية المستشار محمود جربوع عضو لجنة فبراير، وكذلك معي أيضا من طرابلس المحلل السياسي الدكتور عبد الحميد النعمي، وأيضا معي عبر الهاتف السيد وأيضا الأستاذ والدكتور عبد القادر بدورة عضو لجنة 60، وأيضا كما سوف ينضم معنا في هذه التغطية السيد عمر بوليفة رئيس اللجنة القانونية بالمؤتمر الوطني العام، والسيد منصور ميلاد عضو لجنة فبراير، وكذلك سوف يكون معي ضيوف تحديدا في مداخلات أخرى لنتحدث عن هذه الوثيقة التي أنجزتها لجنة فبراير بعد 11 اجتماع، وكذلك
أكثر من أسبوعين في البحث عن مخرج بعد أن أقر المؤتمر الوطني العام الذهاب إلى الخارطة باء. بداية أرحب بكم أيها السادة، وأيضا أذهب إلى ضيفي من طرابلس المحلل السياسي السيد عبد الحميد النعمي. دكتور عبد الحميد، أرحب بك في تغطية ليبيا كل الأحرار. دعني أسأل في البداية، يعني كيف تقرأ أو ما هو تعليقك تجاه ما قدمته لجنة فبراير اليوم؟ دكتور عبد الحميد، سامعك. نعم سامعني. نعم استمع اليك. نعم ما شاهدته منذ قليل من تعليقات او من قرارات اصدرتها او توصيات قدمتها لجنة فبراير، الحقيقة يعني جعلني اشعر بالاسف والقلق على مصير هذه البلد. فمجرد فكرة 17 فبراير، لجنة 17 فبراير، هذه فكرة عبثية من أساسها، وتشكيلها من مجموعة من القانونيين فقط، هذا يدل أن الإخوة في المؤتمر الوطني للأسف الشديد ما عندهمش إلمام حتى بمفهوم الدستور. وشن هو الدستور؟ يعني الدستور وتعديلات الدستور أو تعديلات الإعلان الدستوري ليست عملية قانونية، ليست عملية قانونية فقط. بالنسبة للرجل القانوني والرجل اللغوي، مهمتهم صياغة ما يتم الاتفاق بشأنه، صياغة الأفكار وتدوينها التي يتم التوافق بشأنها من قبل الأطراف السياسية. مهمة الدستور أو تعديل الدستور مهمة سياسية، ولكن الإخوة في المؤتمر الوطني شكلوا لجنة في غالبيتها العظمى من الإخوة القانونيين، طبعا كلهم زملائنا وكلهم أصدقائنا، وربما هذه النخبة القانونية في البلد هذا لا غبار عليها، ولكن ليس هذا مجالها، ليس هذا موضوعها. المؤتمر الوطني لازال يدفع فينا الآن في آفاق مجهولة، لازال يمارس العبث للأسف الشديد في البحث عن حلول بأدوات غير مناسبة. هذه من حيث الشكل، ومن حيث مضمون نتائجها كارثية. يعني لما نتكلم على نظام رئاسي وانتخاب رئيس دولة، ورئيس دولة يشكل الحكومة ويعين قيادات الدولة، معناها نرجع للنظام الرئاسي. النظام الرئاسي ما يمشيش مع الدول العالم الثالث، وخاصة ليبيا. احنا خارجين من نظام حكم الفرد ونظام استبدادي. لما ننتخب رئيس الدولة بشكل مباشر من المواطنين، أول حاجة أن رئيس الدولة حيكون من إحدى القبائل الكبرى، وبالتالي تهميش بقية الشعب الليبي. هذه ديناميكية، وهذا مصداق للفكرة اللي كلمتك عليها بكري، أن المسألة مسألة سياسية وليست مسألة قانونية. الرجل السياسي هو اللي يعرف النتائج اللي يمكن أن تترتب على أي قرار أو أي إجراء انتخابي. كل إجراء انتخابي له صيغة قانونية وله أبعاد وله مستهدفات سياسية. طيب، إذن هذا الإجراء أولا كارثي، لأنه يدفع بليبيا في اتجاه النظام الرئاسي. لكن دكتور النعمي، أنت يعني كل الأسهم الانتقادية التي وجهتها كانت تدور في حديث عن إقرار النظام، أو أن هذه اللجنة وضعت نظاما للدولة وهو نظام شبه رئاسي. لكن فيما يخص يعني البقية، أتحدث عن الانتخابات المباشرة، أتحدث عن قانون الانتخابات، يعني هل هذه النقاط أيضا كارثية تعتبرها أنت؟ أعتبر أن هذه مثل هذه اللجنة، مع احترامي مرة ثانية للشخصيات المحترمة اللي في مكون هذه اللجنة، هذه اللجنة ليست مؤهلة مثل هذا العمل. هذا العمل عمل سياسي بالدرجة الأولى، وبالتالي يجب أن يعهد إلى شخصيات سياسية لوضع هذه المحاور. فلما نجيب ناس قانونيين أو خبراء في اللغة العربية ونقول ندير لنا قانون، فبيصيغ قانون حسب معلوماته وحسب ما يشوفه. يعني الإخوة في القانون والإخوة اللغة العربية يهمهم الشكل ويهمهم المظهر ويهمهم الصياغة، وليس هذا المهم في هذه العملية. القانون والدستور جوهرة الفكرة والمفهوم اللي يقوم عليها، التوافقات اللي يجب أن نتوصل إليها قبل هذا. إذن كل هذا الجهد أرى أنه في غير محلة وفي الوقت الغير مناسب.
لكن سعود إليك، إذ ما رأيت أن هذه الأعمال التي كانت بها لجنة فبراير لمدة أسبوعين وقدمت ربما التفاصيل الكثيرة التي يراها البعض أنها بالفعل ليبيا تحتاج إليها في مسألة يعني الفصل بين السلطات وكذلك الحديث عن حل لهذه الأزمات بالذهاب إلى خارطة مباشرة، أرحب مرة أخرى ومجددا بالسيد محمود جربوع أو المستشار السيد محمود جربوع عضو لجنة فبراير، وحدثني عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة طرابلس. السيد جربوع أهلا ومرحبا بك في تغطية ليبيا لكل الأحرار. سيد محمود، سيد محمود هل أنت في استماع؟ لا أعلم إذا كان سيد محمود جربوع هل هو في الاستماع؟ سيد محمود جربوع؟ نعم أرحب أرحب بك في تغطية ليبيا لكل الأحرار. لعلك استمعت إلى حديث أهلا وسهلا نعم لعلك استمعت إلى حديث الدكتور عبد الحميد النعمي في نقده لهذه الوثيقة أو هذا المخرج الذي جاء بعد أسبوعين، لكن سؤالي يعني ما تفضلتم به اليوم في لجنة فبراير من اقتراحات لتعديل الإعلان الدستوري والذهاب إلى انتخابات برلمانية مباشرة وانتخابات رئاسية وتحديد المدة الانتقالية بأنها لا تتجاوز 18 شهرا، هل تعتقد أنها يعني يستطيع المؤتمر الوطني أو الحكومة الآن تنفيذ هذه الإصلاحات؟ أولا أستاذ محمد مساء الخير، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم حقيقة أنا أستغرب كثيرا عندما يحكم على لجنة ليس من خلال الاطلاع على ما أنجزته ولكن على الاطلاع من الشخصيات، وأحترم رأي الزميل الأستاذ الفاضل، ولكن عندما تحكم من خلال الأشخاص ولا تدري هل هم كل جميعهم قانونيون أم فيهم من يفهم في السياسة أو مؤهل في السياسة، وأنا أولهم تخصصي في النظم السياسية، لذلك يعني أحتار ولا أعرف الإجابة كيف ستكون. ثانيا عندما نضرب مثلا برئيس حكومة ما في دولة ما، لا يجب أن نقيس مع الفارق. نحن هنا سيدي الكريم فصلنا بين السلطات فصل تام، بالذات السلطة التنفيذية، ووزعت الاختصاصات بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، وكل منهما لديه ضوابط، واطلعتم على البيان الصحفي الذي تلاه الدكتور الكوني عبودة. نعم. ويبدو أيضا أن من يكون بعيد عن واقع الشعب لا يعرف ما يريد الشعب أو عامة الشعب أو غالبية الشعب. هذه صعبة، عندما لا نكون نعرف ما يريد أو نحقق ما يريد أو نعمل على تحقيق ما يريد، ونحن جميعا نجتهد للوصول إلى خروج من هذه الأزمة. لماذا نسميها بالكارثية ولماذا هذه التسميات؟ لنتفائل يا أخي، ضروري ليعلم الشعب الليبي أن هذه الانتخابات أخذت فيها جميع الضمانات بإذن الله، ما استطعنا، نحن بشر نخطئ ونصيب. طيب لكن عودة على ذي مستشار محمود، يعني أريد فقط أن أعود إلى مسألة إمكانية تطبيق هذه الخارطة المفصلة، وربما ضيفي بالأمس الدكتور عبد القادر الدكتور وهو أيضا معي الآن حاضر على الخط الهاتفي يتحدث عن كثرة التفاصيل، ويتحدث عن أن التفاصيل هذه عندما تأتي بين عضوين أو 200 عضو بين المؤتمر الوطني سنتحدث عن البحث مرة أخرى على التوافق، فما هي إمكانية تطبيق هذه الخارطة؟ هل درستم وضع السلطة التشريعية التي تمر بها هذه الأيام؟ هل اطلعتم أيضا على وضع السلطة التنفيذية في هذه الأيام؟ هل وضعتم بين قوسين ما مرت به انتخابات لجنة 60، وأيضا هل وضعتم في اعتباركم المكونات الثقافية ومقاطعتها للانتخابات؟ والله سيدي كريم نحن كل ما كان باستطاعتنا أن نضعه في هذا المشروع وباختصار شديد، ولكن حتى لا نقع في خطأ حتى تأويل أو تفسير 7-2 هل هو يمكن هو يكون الحد النهائي أو تمديد، واختلفنا فيها جميعا من فقهاء وسياسيين ونشطاء حقوقيين، وحتى لا نقع في هذا المأزق نحن حددنا 18 شهرا كحد أقصى. نعلم أن لجنة الدستور لديها 4 أشهر تقريبا، وبعد 4 أشهر نعم
نعم، وبعد الأربعة أشهر يطرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وربما لا يوافق الشعب عليه ويعاد استفتائه من جديد. ربما تستغرق العملية 6 أشهر أو 8 أشهر، ولكن كحد أقصى، ونأمل ألا تصل إلى 18 شهرا. لذلك لا يمكن رئيس الدولة في هذه الصلاحيات المحدودة 13 صلاحية وبرقابة مشددة من السلطة التشريعية مجلس النواب، لا يمكن له أو لرئيس الوزراء أن يستبد بقراره أو يعمل كما يبدو له. طيب أنت تتحدث عن ما جرى، لكن كان سؤالي سؤالي كان مقرون بالأدلة عن حالة الحالة التي يمر بها المؤتمر الوطني، والحالة التي تمر بها السلطة التنفيذية، وأيضا حالة الشارع الآن والحالة الأمنية، وما رأيناه من انتخابات لجنة 60. هل وضعتم كل هذه المشاهد والومضات والصور ضمن هذه الخارطة؟ يا أخي، كل حدث وله مفارقاته. ربما مقاطعة الأخوة المكونات الثقافية للجنة 60 لأنهم يعتبرون تمثيلهم بسيط أو قليل، ولكن في مجلس النواب ستكون العملية متكافئة وليست بالمحاصصة. صحيح نحن راعينا أن يكون للمرأة وجود، وهذه خطوة جيدة، وحقيقة نشهد أن زميلتنا أيضا كانت من أنشطنا ربما جميعا، وكانت هي المقرر، وكانت تأتي إلى المكتب، هي أولنا وتذهب إلى المكتب هي آخرنا، وأحييها في هذا المساء الكريم. لا، لكن وضع الدستور يختلف عن وضع الانتخابات العامة. الانتخابات العامة ستوضع صناديق في الجغبوب وفي أشكدة وفي رأس جدير وفي تاكنس وفي القطرون، كل يشارك في الاستفتاء أو طيب في انتخاب. لكن عذرا مستشار محمود، عذرا سأعيد سؤالي بشكل آخر، ربما لم تفهم سؤالي وربما أنا عجز مني ربما في إيصال السؤال. أسأل، هل وظيفتكم أنتم وما خرج اليوم من في هذا المؤتمر هو ما كان يطلبه الشارع تحديدا بعدم التمديد للمؤتمر الوطني وإجراء انتخابات مباشرة دون ما تفاصيل أخرى؟ هل هناك توأمة حدثت بين الوثيقة التي قدمتموها وما يطلبه الشارع والسياسيين؟ نعم سيدي، هي بمجرد إقرار هذه الوثيقة سيتم الشروع في الإعلان عن الانتخابات، وأعتقد أن الانتخابات لا تستغرق أكثر من شهرين، لأن قاعدة البيانات جاهزة، والصناديق والإدارة والموظفين، عبارة عن يكلف رئيس ومساعد رئيس المفوضية أو لجنة الانتخابات الجديدة. والآن أصبحنا نتمرس أكثر على العملية الانتخابية. نحن لا نعي تمديد، نحن ليس من اختصاصنا أن نقول تمديد أو لا للتمديد، ولكن هذه الخطوات التي نرى أن تتخذ ليكون هناك جسم شرعي يستلم من هذا المؤتمر يدير طيب شؤون الدولة. طيب، لكن دعني أقف عند هذه النقطة ومسألة التعليقات الأولية عن هذه الوثيقة التي خرجت بتفاصيل اليوم في هذا المؤتمر. الآن أرحب بضيف آخر، هو الأستاذ الدكتور عبد القادر قدورة، الأستاذ القانون الدستوري، وأحد أيضا الشخصيات التي ستتولى المهام وزمام المبادرة في لجنة 60 عن مدينة بنغازي، صحبة الدكتور علي الترهوني. الدكتور عبد القادر، أرحب بك في تغطية ليبيا لكل الأحرار، وأسأل عن نظرتك القانونية تجاه ما خرج اليوم من لجنة فبراير. مرحبا أستاذ محمد، وشكرا لك على الاستضافة، ونحيي كل ضيوفك. الحقيقة ما صدر اليوم كان متوقعا من خلال الاجتماعات اللي قامت بها اللجنة المكلفة، لجنة فبراير المكلفة للمؤتمر الوطني العام. وكانت قراءة كانت وثيقة كما قلت حضرتك متوقعة، لأنها جابت أحكام عامة في الحقيقة هي غير قابلة للتطبيق، وما أعتقدش حيصير منها حاجة للأسف الشديد. كيف غير قابلة دكتور؟ إحباط الناس. طيب جميل دكتور، حتى لا يذهب هكذا الكلام، انتخاب رئيس واختصاصات واسعة له، ويختار رئيس الوزراء، نقلنا الموضوع من رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة. طبعا أنا أعتقد أن ليس هذا المطلوب وليس هذا المحتاج، الشعب الليبي ليس محتاج لذلك. نحن المحتاجين لا هو تجديد المؤتمر الوطني العام. أنا أطالب وأجدد المطالبة مع الناس، لأن المؤتمر الوطني العام عليه أن يرحل، بس طبعا
طبعا أنا أتفق بأن هذا الرحيل يجب أن يكون منظما، وأهم شيء في التنظيم وقالوها الإخوة أعضاء المؤتمر الوطني العام مرارا وتكرارا أن يقوموا بالتسليم إلى هيئة منتخبة، لكن الهيئة المنتخبة بهذه التفاصيل وبهذه الانتخابات الثلاثة التي يجب أن تجرى، أعتقد أو اثنين التي يجب أن تجرى في هذه الفترة القليلة القادمة، أعتقد أنها ستزيد الأمر تعقيدا. في كيف أنها غير قابلة للتنفيذ؟ دعني يعني إلى ماذا استندت في ذلك دكتور عبد القادر؟ اعذرني دكتور عبد القادر مباشرة. طيب اعذرني فقط دكتور على المقاطعة، أريد أن أفهم إلى يعني كيف وصلت إلى هذه النتيجة والخارطة خرجت اليوم، كيف أنت يعني كيف تستطيع أن تحكم اليوم وتقول أنها غير قابلة للتنفيذ؟ إلى ماذا استندت تحديدا؟ نقول لك بصراحة يعني نحن عندنا علاقاتنا من داخل المؤتمر، واعتقد بأن أنا لا أريد أن أسبق الأمور، أنا قلت الكلمة هذه، لكن خلني نشوف ماذا سيحصل حقيقة غدا إن شاء الله وبعد غد عندما يناقش المؤتمر الوطني العام. أنا أعتقد بأن الاتجاه، هناك اتجاه الآن داخل المؤتمر الوطني العام بانتخاب المؤتمر الوطني العام 200 شخص آخرين وفق النظم السابقة الجاهزة، باستثناء تغيير طبعا طريقة التصويت بحيث تكون التصويت الفردي المستقل، هذه واحدة. الحاجة الثانية يجب أن يفهم الناس بصورة عامة أن لما نقول انتخابات جديدة للمؤتمر الوطني العام لا يعني ذلك الحفاظ على المؤتمر الوطني العام، هناك فرق بين المؤسسة اللي اسمها مؤتمر الوطني العام وبين الأشخاص المكونين لها. نحن نريد تغيير الأشخاص المكونين لها، تبقى هذه المؤسسة حتى انتهاء المرحلة الانتقالية. أنا أعتقد وهناك الكثير الذين يعتقدون معي حتى داخل المؤتمر الوطني العام أن الطريقة الصحيحة هي في انتخاب المؤتمر الوطني العام 200 شخص آخرين كما قلت لك بطريقة تغيير نظام التصويت، ونترك الهيئة التأسيسية تقوم بعملها، ونصل في النهاية نحدد موعد لفعلا إصدار دستور وطني متفق عليه، ولانتخابات تشريعية حقيقية، ولانتخاب حقيقي للسلطة التشريعية حسب النظام اللي اختار الشعب الليبي لنفسه، لأن الإخوة اللي قاموا بكتابة هذه الوثيقة ثم ذهبوا مباشرة إلى نظام الرئاسي. وأنا أريد أن أعلق كثيرا لنا طيب دكتور عبد القادر، عذرا دكتور عبد القادر، أليس في المقابل دكتور عذرا في مشكلة النظام الرئاسي؟ لا 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 سأتي إليها دكتور عذرا دكتور عبد القادر، أرجوك أن تستمع إلي فقط حتى يعني يكون هناك يعني أخذ ورد في هذا الحوار. أليس في المقابل عندما تتحدث عن يعني عن هذه أن اللجنة هذه حددت نظاما للدولة، أليس في المقابل أن المجلس الانتقالي في ذلك الوقت حدد نظاما للدولة وشكل الدولة ووضع برلمانا أو مؤتمرا وطني تأسيسي له بمئتي عضو؟ يعني المسألة متشابهة يعني صحة المقارنة. لا محمد، لا أبدا، الظروف تختلف. المؤتمر المجلس الانتقالي في ذلك الوقت كان ظروف خاصة به هو، ولم ينتخب وإنما صار عليه قبول عام من الشعب الليبي وعدى وانتهت قصته. الآن في المؤتمر الوطني العام، المؤتمر الوطني العام إذا كان شكل هذه اللجنة باش تطلع علينا بهذا الدستور، مسؤول الدستور أو التعديل الدستوري، وتطلع علينا بانتخابات وتفاصيل. يعني أعتقد بأن نحن نريد الخلاصة. الخلاصة هو أن الشعب لم يعد يريد المؤتمر الوطني العام، ولكن أعتقد أن استخدام هذه الطرق الطويلة والمعقدة والمليئة أيضا بكثير من المشاكل التي ستعرض على المؤتمر الوطني العام، أعتقد أن أنا أقول لك بصراحة إذا اعتمد المؤتمر الوطني العام هذه الخريطة هي محاولة للمماطلة ولإطالة الوقت. طيب. وهذا يعني يا إخوتي زيادة الأزمة وجر البلاد إلى منحدر غاية في الخطورة، ويتحمل كل الناس اللي ساهموا في هذا العمل ويتحمل كل المؤتمر الوطني العام المسؤولية عما سيحصل. هذه هي المشكلة اللي أنا أريد أن أنبه إليها. هذا الكتاب، هذا المشروع يا أخي رائع من ناحية النظرية. أنا واثق أن الإخوة الموجودين في اللجنة عندهم القدرة الفائقة على صياغة أفضل الدساتير في الدنيا وإيجاد أفضل الحلول النظرية لها، لكنهم لم يراعوا طيب. شارعهم
الشارع له وجهة نظر. ولكن في المقابل السيد الجربوع يقول أنها تأتي وفقا لمطالب الشارع ووفقا لما تنقله أعضاء المؤتمر الوطني وجلس مع كثير من أعضاء المؤتمر الوطني مع يعني منظمات المجتمع المدني، لا للتمديد، حراك لا للتمديد، 9 نوفمبر، الأحزاب السياسية التي تتحدث عن خارطة طريق، نتحدث عن 4 أشهر أو 5 أشهر نتحدث عن خارطة حتى الآن لم تخرج، وربما اليوم اللجنة قدمت خارطة بما يريد البعض. لكن دعني أقف عند هذه النقطة دكتور عبد القادر وابقى معي في هذه التغطية. أعود مرة أخرى دكتور عبد الحميد النعمي. دكتور عبد الحميد، عندما نتحدث عن هذه الأزمات ما هو المطلوب إذن؟ إذا كانت هذه الخارطة جاءت يعني كما يقول دكتور عبد القادر قدورة ليست وفقا لما يتطلع به الشارع، إذن ما هو الحل؟ أنا أتفق تماما بكل ما تفضل به الدكتور عبد القادر. فعلا يعني هذه الخارطة هي غير قابلة للتنفيذ وغير متناسبة مع الظرف اللي نحن فيه ولا تقدم حلول، بالعكس هي تدفع ليبيا نحو مطبات أكثر خطورة، وتمثل بالنسبة لي أنا إجهاض بنسبة 50% لثورة 17 فبراير. طيب لو فعلا دكتور، لكن كيف دفعت بينا في النظام الرئاسي؟ جميل، لكن كيف دكتور يعني حتى نكون واقعيين حتى نكون واقعين وأيضا نقدم حتى الأدلة، يعني نقدم القرائن دكتور عبد الحميد، يعني كيف ستؤدي إلى إجهاض العملية الديمقراطية في ليبيا؟ لو دفعت بينا في اتجاه النظام الرئاسي هذا أولا سيخلق سابقة، ثم يعني فعلا يمهد الطريق لعودة الاستبداد، لأن عارفين احنا رئيس الدولة لما يكون منتخب بشكل مباشر معناها يكون عنده صلاحيات كبيرة، وهو يشعر أن شرعيته أكبر من شرعية البرلمان وأكبر من شرعية الحكومة، ولما انكلفه بتشكيل الحكومة وتعيين الممثلين في الخارج وإصدار القوانين وأيضا حتى حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، فمعناها شو ناقص؟ احنا خلاص وصلنا بالضبط للنظام السابق، يعني هذا معمول به في جميع الدول العالم الثالث. لما تدير نظام رئاسي اتوقع أن الرئيس سيجمع بين يديه كل السلطات وسيتحايل على الدستور وسيعمل على تعديل الدستور. لكن دكتور عبد الحميد، يعني دعنا نتحدث في منطق، الخارطة تتحدث عن 13 يعني وظيفة أو اختصاص لرئيس الدولة مقارنة مع الخرائط السابقة، مقارنة مع الإعلان الدستوري الذي كان يشتكي منه كثير من أعضاء المؤتمر الوطني بأنه فضفاض كثيرا لا يحدد حتى الصلاحيات بينها. كويس، هذا الكلام اللي قلته في البداية. هذه اللجنة لجنة من شخصيات قانونية مهمتها الصياغة ومهمتها الترقيق في الورق، لكن أنا أتكلم فيك من ناحية واقعية، من ناحية الواقع الاجتماعي والسياسي والتاريخي للمجتمع الليبي. المجتمع الليبي زي أي مجتمع آخر من الدول النامية، الحديث تتعاهد بالديمقراطية. إذا كان احنا انتخبنا رئيس قوي وبشكل مباشر واعطيناه صلاحيات كبيرة، سيحتال حتى ولو اعطيناه صلاحيات صغيرة بمجرد أنه منتخب بشكل مباشر حيعمل على تجميع الصلاحيات وسيعمل على الاستبداد بالرأي وسيخلق شلالية من حوله وسيعمل على دعم حزب واحد أو ائتلاف حزبي أو ائتلاف قبائل مثل ما شاهدناه مثلا الآن في الجزائر. شوف الرئيس كم يمدد مرة لروحه، شفنا في سوريا كيف أن الرئيس يعدل الدستور في 5 دقائق. إذن بالنسبة لنا احنا فعلا عندنا حساسية من الرئيس القوي. طيب، المفروض في ليبيا يجب يكون عندنا رئيس ضعيف من حيث الصلاحيات ومرتبط بالمنتخبين. طيب، مرتبط لكن دكتور عبد الحميد ليس دفاعا، لكن المسألة واضحة. عندما نتحدث عن 13 صلاحية لرئيس الدولة، منها تمثيل الدولة في الخارج واختيار رئيس وزراء والقائد اللاعب والعام وتعيين رئيس المخابرات والسفر، يعني تعطيني ثواني بس. لكن دكتور عبد الحميد، انت تعلم جيدا ان الاشكاليه في هذه التخصصات كانت في المؤتمر الوطني وكانت مترافقه دائما مع اسمين، ربما الابرز الدكتور محمد المقريف الذي خرج من المؤتمر، والان السيد نوري بوسهمين. عندما نتحدث عن مساله القائد الاعلى، نتحدث عن الحكومه، نتحدث عن تمثيل الدوله، كانت اشكاليات قائمه في حد ذاتها.
يا عزيزي خلينا ما نمشوش بعيد، احنا خلينا الان مثلا في الحكومه، لما 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 يكون عندك مثلا رئيس حكومه مثلا زي ما عندنا في ليبيا الان، رئيس الحكومه مش منتخب بشكل مباشر ومنتخب من الشعب، ولكن تمكن نتيجه لظروف المجتمع الليبي ولواقع المجتمع الليبي تمكن من تجميع كافه السلطات بين يديه، واصبح المؤتمر عاجز على التعامل مع رئيس الحكومه، اصبح رئيس الحكومه هو القوه الرئيسيه، يعني حتى يعني حيد المؤتمر الوطني، بل استطاع تدجين المؤتمر الوطني. إذن الآن احنا أمام فعلا شخصية قوية بدون ما تكون منتخبة بشكل مباشر، تمكنت من جمع يعني فعلا مفاصل السلطة في إيدها، والآن نحن عاجزون على التعامل معه حتى في ممارسة الرقابة عليه، يعني ما نقدروش نسألوه حتى الميزانية ونمشت، ما نقدروش نحاسبوه حتى لبعض الأخطاء، حتى على الأخطاء الجنائية اللي شفناها اللي فيها مثلا الرشاوي وإلى آخره، قضايا جنائية، قضايا تتعلق بالأمن القومي الليبي، مثلا قضية النفط، قضية الفيدرالية، قضية الأمازيغ، قضايا فعلا تهدد الأمن القومي الليبي وفعلا الحكومة. لكن دكتور المستغرب، دكتور المستغرب أن هذه الخارطة عندما قدمها المؤتمر الوطني كانت بشقين ألف وباء، وعندما تأججت وخرج الناس يعني خرجت وظهرت الحنقة تجاه السلطة التشريعية في البلاد، كان الكل يقول لنذهب إلى الخارطة باء الانتخابات المباشرة، وكانت تتحدث صراحة هكذا هي الخارطة بانتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية. لكن سأقف وأعود إليك في هذه النقطة، وأعود مرة أخرى إلى السيد المستشار محمود جربوع عضو لجنة فبراير. يعني مستشار جربوع، عندما تحدث عن هذه النقاط التي يسردها ضيفي سواء كانت سياسية أو دستورية، أنها هذه الخارطة غير متماشية مع الوضع الذي به ليبيا، وأن الحديث عن نظام رئاسي الآن أو شبه رئاسي هو يعني وكأنه وضع نظام وكأنه دستور جديد للدولة، نتحدث عن حساسية خاصة للمجتمع الليبي في اختيار رئيس الدولة، نتحدث عن مسألة أمنية شائكة في إجراء انتخابات في هذه الحالة، ما هو ردك على تعليقات ضيفي الكريمين في هذه التغطية؟ حقيقة أنا أستغرب نعم أحترم رأي زميلنا وصديقنا الدكتور عبد القادر، ولكن تارة يقول أن الشعب أو الناس لا تريد مؤتمر وطني، وتارة أخرى يقول يتم انتخاب مؤتمر وطني بديل. ولا أعرف هل العيب في الأشخاص أم العيب في الآلية وفي تنظيم آلية هذا المؤتمر. أخي الكريم، المؤتمر هذا جسم استثنائي، ليس سلطة تشريعية بالمعنى الصحيح، وليس برلمان، سلطة استثنائية، وأنا شخصيا لم أوافق عليه ولم أشترك حتى في الاقتراع. ويعرف سيد كريم الدكتور عبد القادر خاصة أن هناك عزوف هناك في برقة أو في المنطقة الشرقية عن الاشتراك في الانتخاب للمؤتمر الوطني. الغريب أن يضع الإنسان أو المحلل أن الأخطاء في الأشخاص، وعندما يغيرهم سيصل إلى النتيجة. العيب ليس في الأشخاص، العيب في الآلية أصلا وفي آلية تنظيم عمل هذا المؤتمر. أما بالنسبة للنظام الرئاسي، هو هناك أنظمة، يعني 90% من أنظمة العالم رئاسية، ليست الجزائر فقط، وهي أنا دعني أعطيك فرصة حتى لا يتم التشويش على شعبنا الكريم. هذه الصلاحيات 13، يعني على سبيل المثال إذا كنت تحصرها نحصرها، مش هتاخذ نصف دقيقة. تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، طبيعي سيذهب الرئيس اللي بتمثيل الدولة. اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة طبعا، وعرضها على البرلمان لنيل الثقة. القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ضروري يكون هناك شخص يتحمل مسؤولية قيادة هذا الجيش. تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة، تعيين كبار موظفين الدولة، اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب، عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من البرلمان. يا أخي، هناك هاجس عند السياسيين والمثقفين عموما، وهناك اختلاف معروف بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، ونحن حاولنا أن نخلط بين الاثنين، أو لعلنا قمنا أو اجتهدنا بمحاولة الخروج بما يلائم هذه المرحلة. وأنا شخصيا حتى ولو عرضت على الاستفتاء، لأني لا أستطيع أن أقول لك أنا رأيي الصحيح أو رأي الزملاء هو الصحيح، نحن جميعا نجتهد،
ولا أشكك في قدرة أحد في المشاركة في بناء الدولة والنسعى جميعا لبناء الدولة دون تحطيم ودون آراء شخصية. لعل زميلنا الدكتور عبد القادر الدوره يخشى أن ندخل على اختصاصاتي في لجنة الستين، وهو البارح يحدثني هاتفيا أن لجنة الستين لم تكتمل، هناك 44 عضو تم انتخابهم أو 46 عضو. طيب يعني لكن يعني مستشار جربوع، هل أنت مقتنع بهذه النقاط؟ لا أفهم، يعني لم تدافع حقيقة على ما قدمته اللجنة، يعني هل أنت مقتنع؟ هم قدموا لك بعض النقاط الموضوعية بالدلائل ويعني مقرونة بصور شهدناها لطوال أشهر وسنة ونيف من المؤتمر الوطني والحكومة. يا أخي الجسم الجديد وآليته وتنظيم عمله تختلف 100% عن المؤتمر الوطني واختصاصاته، تختلف 100%. الآن لا يعلمون أن الشعب الليبي في حيرة، لا يعرف من المسؤول، هل هو المؤتمر أم الحكومة، السلطة التنفيذية أو ما يسمى بالسلطة التشريعية. يا أخي الشعب الليبي لجأ إلى حلول أخرى ونعلمها جميعا، خاصة عندنا في بنغازي. الشعب يريد يحدد المسؤولية في أشخاص وبصلاحيات معينة وعلى سبيل الحصر، ليس فيها فتوى من أحد ومدد محددة. نعم طيب، وهي هذه الخارطة جاءت بالتفاصيل، سأعود إلى هذه النقطة، لكن الآن أرحب بضيف آخر وعضو المؤتمر الوطني سيد فوزي العقاب، وربما لديه تعقيب أو تعليق على ما دار في هذه الحلقة. لكن بداية قبل أن يعني أسأله عن تعليقه فيما حدث في هذه الحلقة، أسأل أيضا سيد فوزي العقاب على يعني ما هو تعليقه على هذه الخارطة وهذا هذه الوثيقة التي خرجت بها لجنة فبراير اليوم. مساء الخير لك ولكل ضيوفك الذين معك. طبعا لابد أولا أن نعرج على هذه اللجنة. لجنة فبراير هي لجنة فنية من أساتذة أجلاء قانونيين، طلب منهم المؤتمر، شكلها المؤتمر من أجل الاستنارة والاستشهاد بهذا الرأي، وهو غير ملزم في كل الأحوال للمؤتمر أو لقرار المؤتمر، هذه أولا. ثانيا، عندما تم المؤتمر إقرار التعديل السادس قلنا انتخابات برلمانية ورئاسية، ولم نقل هل هي رئاسية مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي رأت اللجنة في آلية عملها الداخلية أن هذه الانتخابات انتخابات رئاسية مباشرة، وهذا يعني عمل اللجنة، واليوم حولت هذا التقرير على المؤتمر. أما فيما سمعت من يوم أمس في حلقاتكم، لا فقط سيد عقاب، لم أفهم تعليقك تجاه ما خرج اليوم من اللجنة، يعني هل أنت راضي عنه؟ نعم هذا تعليق خاص، أنا في وجهة نظر الآن طرحها الزملاء معك وأنا سأعقب على ذلك. اللجنة ترى في انتخابات رئاسية مباشرة، وسؤال المطروح كالآتي: لماذا انتخابات رئاسية مباشرة في ليبيا؟ في اعتقادي وفي تقديري أن هذا يعني الاعتقاد بأن الرئاسية المباشرة هي حل الأزمة، هو في تقديري الشخصي اعتقاد خاطئ، وهذا مبني لعدة أشياء. أولا طبيعة المجتمع في ليبيا، لماذا هناك أنظمة رئاسية في العالم وهناك أنظمة برلمانية؟ العالم هذه الأنظمة تنشق من طبيعة المجتمعات، المجتمعات هي التي تتحكم في شكل الأنظمة السياسية، وبالتالي ليبيا مجتمع أولي، مجتمع قبلي، لا يمكن أن يكون أو لا يصلح أن يكون لنظام رئاسي. هذا على المستوى الخاص. على المستوى العام تحدث السادة لذلك، الأنظمة العربية يعني حقيقة هي مغامرة الذهاب إلى نظام رئاسي في الأنظمة العربية، ونحن شفنا كل النماذج: سوريا، اليمن سابقا، مصر سابقا، تونس سابقا، ليبيا شبه رئاسي، الجزائر، موريتانيا، كل العراق، هذه الأنظمة الرئاسية وشبه رئاسية في الوطن العربي هي دائما مقرونة بالاستبداد. هذه طبيعة المجتمع في ليبيا، إذن هي طبيعة أولية لا يمكن أن تتلائم في وجهة نظري الخاصة إلا مع نظام البرلمان. هذا أولا. ثانيا طبيعة المرحلة، وهذا أيضا طرق لها الدكتور النعيمي، طبيعة المرحلة، نحن في مرحلة استثنائية، مرحلة هشة، يعني هناك احتمالية كبيرة جدا أن يولد استبداد من جديد، لأن البيئة صالحة حقيقة، وهذا ما نخاف عليه. وفعلا هو ضرب مثال دقيق جدا بالسيد علي زيدان. السيد علي زيدان الذي اختاره المؤتمر خرج حقيقة عن سيطرة المؤتمر، واستطاع أن يكسب الرأي العام إليه. الحديث والخوف ليس من الصلاحيات، الإشكالية ليست في الصلاحيات،
في وجهة نظري الإشكالية في المصدرية. لكن سيد عقاب يعني مسألة علي زيدان أعتقد أن يعني دعونا نوضحها، المسألة أن هناك كتلة هي تعتبر الثلث المعطل في المؤتمر الوطني، هكذا دعني نسميها مباشرة، وهي تحالف القوى الوطنية هي التي تعطل إسقاط سحب الثقة من حكومة علي زيدان حتى نكون صريحين واضحين. لكن سأسألك في المقابل سيد عقاب، طيب سيد طيب لا لا حتى لحتى لا تمر معلومة هكذا سيد عقاب، لكن في المقابل سأسأل طيب سأسألك أنت شخصيا، هل من الإعلان الدستوري الذي جاء بكم إلى المؤتمر الوطني، هل تعرف كل صلاحياتك سيد عقاب؟ هل عرف المؤتمر الوطني كل صلاحياته؟ نعم أعرف صلاحياتي جيدة، لكن أعطيني لو فكر كمل الفكرة بس. الخوف من أن هذه البيئة قد تساعد الرئيس، الخوف من المصدرية وليس من الصلاحيات، عندما يتخذ الرئيس من مباشرة من الناس طيب. يضرب البرلمان. طيب سيد فوزي اعذرني فقط سيد فوزي العقاب، دعني فقط فاصل الآن وهو فاصل إخباري موجز إخباري، من ثم نعود لنكمل الحوار وتكمل النقطة التي تتحدث عنها حتى لا يكون هناك يعني خلل في أو بتر للفكرة التي تتحدث عنها. فاصل من ثم نواصل. يوصلنا طابت توقاتكم الجديد، واهلا ومرحبا بكم ايها الساده في تغطيه ليبيا لكل الاحرار في جزئها الثاني. ونوه فقط ان في الجزء الاخير من هذه الساعه سوف نتحدث عن الحوار الوطني ولجنه الحوار الوطني واخر ما تقوم به من اعمال. في نهايه هذه الحلقه اعود مره اخرى وارحب بضيوفي الكرام الدكتور عبد الحميد النعمي، وكذلك المستشار محمود جربوع عضو لجنه فبراير، وايضا السيد الاستاذ الدكتور عبد القادر قدوره، وكذلك السيد فوزي العقاب عضو المؤتمر الوطني، وايضا ينضم الي الحقوقي والمحامي السيد سميح لطرش عبر الاقمار الصناعيه ببغازي. لازلنا نتحدث عن لجنه فبراير وعن مدى امكانيه تطبيق ما جاءت به اللجنه، وعن مدى امكانيه المؤتمر الوطني من تطبيق او تمرير هذه الخارطه بالتفاصيل التي جاءت بها. ارحب مره اخرى بالسيد فوزي العقاب. سيد فوزي كنت تتحدث عن ان هذه الخارطه تفرض نظاما سياسيا بعينه، وان هناك يعني من المستحيل ربما كما تقول وضع رئيس للدوله في هذا التوقيت، وذكرت عديد من الانظمه. هو ليس من المستحيل انه غير مناسب بهذا الوضع في ليبيا، ذكرنا عده اسباب، قلنا طبيعه المجتمع اولي وقبلي، وبالتالي في غياب احزاب حقيقيه لها قواعد عريضه سيذهب الامر الى تحالفات قبلية بعينها ومعينة، وربما ستكون هناك ديمومة في هذه التحالفات. أيضا ذهبنا إلى طبيعة المرحلة وقلنا أن في غياب أيضا أحزاب قوية، في انتشار سلاح، في بيئة أمنية هشة، في غياب مؤسسة عسكرية مستقلة حقيقية، في غياب قضاء، في غياب وجود جماعات مصالح، جماعات ضاغطة، كل هذا سوف يكون بيئة مناسبة للاستبداد بالسلطة. ذهبنا أيضا في هناك سبب آخر مهم جدا ورئيسي يعتبر في ذلك، إلى أنه إشارة وإيماء للناخبين حول الاستفتاء حول الدستور، ربما أنك توجه في الشارع إلى نظام رئاسي معين، أي بمعنى أنك تبقى الأمر. قلت أيضا أن الإشكالية الحقيقية في موضوع الرئاسة هو ليس في الصلاحيات، هذه نقطة، لكن أليس المجلس الانتقالي حدد نظاما بالمؤتمر الوطني وهو نظام برلماني؟ يعني هو ليس نظام عندما قلت لك في البدايه ان يعني ليست هناك اطر قانونيه جامده في السياسه، وبالتالي المؤتمر الوطني نظام لن تجده في اي نظام في العالم ولم يسبق له مثيل. المؤتمر الوطني جهه برلمانيه تاسيسيه تشريعيه سياديه لها، وبالتالي الواقع وطبيعه المجتمع هي ما تملي عليك النظام السياسي الملائم. المؤتمر الوطني ايضا القول الدكتور بدوره يقول المؤتمر الوطني بديل والاشكاليه في اشخاص، هذا امر اعتقد ان الدكتور بدوره يعني لا يقصد ذلك، لان نحن نعرف جيدا ان الاشكاليه لا يمكن من المستحيل ان تكون الاشكاليه في 200 شخص، الاشكاليه الى جانب الاليات في البيئه الموجوده في المشهد السياسي الليبي، وبالتالي نقول ايضا ان المؤتمر الوطني بديل ليس حلا، وانتخابات رئاسيه مباشره سواء لنظام رئاسي مباشر كامل الدسم او شبه رئاسي ايضا ليس حلا، وبالتالي نحن ممن يدعو الى نظام رئاسي شبه مباشر، اي ان يختار الرئيس. نحن فعلا نعترف ان هناك تداخل في الصلاحيات، احدى الاشكاليات التي تعقد المشهد الان هي تداخل بين المؤتمر والحكومه، 200 قائد عام، 200 رئيس للدوله، هناك اشكاليه كبيره، وبالتالي قلنا ان ياتي رئيس
يعني تعماله أو تسند هذه الصلاحيات، ولكن أن يتم اختياره من البرلمان بحيث لا يمكن أن يستبد بسلطة ويكون دائما داخل نطاق البرلمان. ما هي الضمانات عن ذلك سيد العقاب؟ يعني أنت تتحدث عن النقطة التي تحدثت عنها كتلة الوفاء لدم الشهداء في المؤتمر الوطني على أن يكون هذا الرئيس القادم لليبيا من يختاره البرلمان، لكن ما هي الضمانات عندما يختار البرلمان القادم رئيسا للدولة من خلال أعضائه؟ ما هي الضمانات بأن يكون هذا الرئيس مستبدا؟ لماذا لا أعلم لماذا تذهبون إلى التخمين في النتائج قبل أن تنفذ هذه التجربة؟ أولا هذا لم يكن رأي الوفاء للشهداء، رأي الوفاء للشهداء مؤتمر وطني بديل، هذا هو رأي الوفاء للشهداء، هذا رأي كتلة المبادرة الوطنية، والمعلومة يعني لابد أن تصحح. طيب. ثانيا أشكرك نحن نقول أن الضمانة المؤتمر البرلمان القادم هو من يتحكم في عزل الإشكالية، ليس في كيفية اختيار الرئيس، الخوف من كيف يعزل الرئيس إذا خرج خارج السياق الطبيعي له، كيف يعزل إذا اختاره الناس؟ ربما يقول للبرلمان القادم أنا اختارني الناس وعلى الناس أن يعزلوني، وبالتالي ندخل في إشكالية. لكن عندما يكون داخل البرلمان يكون داخل نطاق ضيق يمكن التحكم فيه، وبالتالي يمكن عزله إذا خرج خارج السياق. الخوف أن يأتي البرلمان القادم ويعزل الرئيس أو إذا تكون هناك حالة استقرار نضع ضمانات في إجراءات معقدة. لكن سيد العقاب هو نظام شبه يعني شبه رئاسي، لا أفهم كيف يستطيع، يعني أريد تطبيقا عمليا لهذا الحديث أن البرلمان القادم سيستطيع عزل هذا الرئيس، ويعني أنت تستبق في النتائج كثيرا في حديثك أن تخافوا من رئيس مستبد. ليس استباق، نحن على الأقل الذي يقول بأن النظام الرئاسي في ليبيا غير صحيح لديهم من الأسانيد ما يكفي، والذين يقولون لابد من نظام وجود رئيس ليس لديهم الأسانيد. التجربة الليبية مرت بهذا، لأن العالم الثالث مر بذلك، لا طبيعة المجتمع مناسبة ولا طبيعة المرحلة مناسبة. إذن ثم نحتاج من الحقيقة المبررات وأسانيد كي يقنعونا بذلك. طيب. التاريخ والواقع والتجربة التي نعيشها الآن سأعود مرة أخرى وأسأل السيد المستشار محمود جربوع عضو لجنة فبراير. سيد جربوع أرجوك يعني أن تجيب عن هذا السؤال الذي يبدو اليوم هو الملح يعني في هذا الحديث، وربما سأختم معك بذلك في مسألة كيف وصلتم إلى وضع في هذه الخارطة الانتخاب رئيس مباشرة، ولماذا رئيس للدولة في هذا التوقيت؟ وهل وضعتم الاعتبارات التي يمر بها المجتمع، وأن السيد العقاب يقول مجتمع أولي قبلي يصعب فيه اختيار رئيس وعن طريق انتخابات مباشرة؟ سيدي الكريم أنا أستغرب عندما يأتي أحد المثقفين ويقول سيأتي رئيس مستبد بالسلطة وفي نفس الوقت يتحدث على أن ليس هناك جيش ولا شرطة ولا قوات تسيطر على هذه السلطة. من أين له هذه السلطة؟ أنا أستغرب إذا كان هم عندهم فتوى يعطوها لنا، هذه حاجة. الحاجة الثانية، القبيلة هي من الصفات الأساسية ومن سمات المجتمع الليبي، هي ليست سبة يا أخي. إذا كان أنا ننتمي القبيلة والله المجتمع الليبي قبائل منام عشان تخب رئيس، أعطوا الشعب، لأن لا يريد وصي الشعب. جرب في المرة السابقة عن طريق المؤتمر الوطني العام الذي اختار له رئيس الوزراء، الآن المؤتمر الوطني عاجز عن أن يسحب الثقة من رئيس الوزراء. لكن تلك عملية سياسية مستشار محمود، تلك عملية سياسية لا علاقة بثلث معطل ولا علاقة بمصالح سياسية. لكن الآن أريد يعني أنت تنقل لنا لماذا اختارت فبراير لو لجنة فبراير انتخاب مباشر عن طريق الشعب لرئيس الدولة. يا أخي نحن لدينا موقع على الانترنت وتناقشنا في هذا الموضوع بالذات أكثر من 5 أيام، وسمعنا جميع الأطراف وطلعنا على سلبيات النظام الرئاسي وعلى سلبيات النظام البرلماني، ونعرف ونعي جيدا، ونحن ممن عاصرنا، كان لنا شرف معاصرة هذه الثورة من بدايتها، وتشكيلة 15 عضو هي من جميع مناطق ليبيا ومن جميع الثقافات. ووصلنا إلى هذا الرأي، وصلنا إلى هذا الرأي بالاقتراع وبموافقة ثلثي اللجنة طبقا لعملها الداخلي. لا 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 أسأل عن آلية، أسأل لماذا مستشار محمود لماذا وصل يعني لماذا؟ لأن نحن نرجح في هذه الفترة بالذات أن تحدد هذه السلطات وتكون مقيدة لشخص واحد،
كما ذكرت حضرتك 200 رئيس وزير دفاع و200 وزير خارجية و200 رئيس دولة. نعم. تحدث في شخص واحد طبقا لصلاحيات محددة ورقابة دقيقة ونصوص صريحة وواضحة. طيب أشكرك على ما تفضلت به مستشار محمود جربوع عضو لجنة فبراير، كنت معي في هذه التغطية لمدة ساعة ونيف في الحديث عن ما دار في لجنة فبراير وكيف وصلتم إلى هذه المقترحات أو هذه التعديلات التي تتمنون أن يوافق عليها المؤتمر الوطني، ولكن بين قوسين مع التحفظات يبدو هناك أصوات داعية بأن تقول أن هذه الخارطة لا تتماشى. ربما أبدأ بضيوفي الذين جاوروني أو رفقوني في هذه التغطية، أغلبهم يتحدث عن نقد لاذع لهذه الخارطة خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس. لكن أذهب مباشرة إلى بنغازي مع السيد سميح الأطرش الحقوقي. سيد سميح أرحب بك في تغطية ليبيا لكل الأحرار، وأسأل عن يعني ما هو تعليقك بداية على هذه الخارطة التي تقدمت بها لجنة فبراير اليوم رغم الانتقادات التي سمعنا إليها خلال هذه الحلقة، وكذلك أسأل هل في اعتقادك وفقا للمناخ السياسي الموجود الآن في ليبيا هل يعني يستطيع المؤتمر الوطني أن يمرر مثل هذه الخارطة؟ تتحدث عن انتخابات، تتحدث عن 18 شهرا كمرحلة انتقالية، تتحدث عن 13 صلاحية لرئيس الدولة القادم. نعم، بداية نحييك سيد محمد والسادة المشاركين في هذه الحلقة. نعم. ويؤسفني ويؤسفني أننا نقول أن الإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر عن المجلس الانتقالي هو ليس قانون، هو ليس قرار، هي ليست لائحة، ليست منشور، هي دستور مؤقت اعترف به العالم أجمع وأقروا به. بعد ذلك الشعب الليبي أطلق علينا توافق على هذه الإعلان الدستوري. وبالتالي حاليا سيد محمد وسادة المشاهدين نعتقد أن تم تعديل هذا الإعلان الدستوري ست مرات متتالية من خلال المؤتمر الوطني العام. وحقيقة ساعدوا رجال القانون للأسف فإنهم هم شجعوا على انتهاك حقوق الشعب الليبي المتمثلة في أن وضعوا في نظام الفيسبوك أو في نظام النت صفحة تحوي على بعض البيانات والمعلومات، ولكن سمعنا اليوم بالذات من اللجنة من السيد يونس فنوش أحد الأشخاص الذي وضع خارطة الطريق وقدمها إلى المؤتمر الوطني، نعتقد أنه هو أحد الأعضاء في هذه اللجنة. نعم، وبالتالي قالنا وضعناها اليوم عضو وكملناها اليوم، وبالتالي الصفحة مفتوحة. نحن بمتابعتنا المتواضعة لم نجد سيدي ولم نتمكن كذلك من إبداء أي ملاحظات لهذه اللجنة. ولكن بيت القصيد حقيقة أن نحن يا أستاذ محمد ماشيين في نفق مظلم بهذه الآلية اللي اختاروها هذه الشخصيات القانونية لتقديمها إلى المؤتمر الوطني لإقرارها أو عدم إقرارها، الموافقة عليها أو عدم الموافقة عليها. لكن العجيب ولكن يعني سيد سميح الأطرش عذرني فقط، يعني الآن بعد أسبوعين من عمل هذه اللجنة الآن تنتقدون هذه اللجنة كعناصر من القانونيين الآن، وبعد أيضا أكثر من شهر ونيف من تقديم المؤتمر الوطني خارطة بجزئية ألف وباء الآن تنتقدون الذهاب لانتخابات يعني رئاسية مباشرة، ما الذي يحدث؟ هو والاعتراض من الشعب الليبي. سيد محمد يجب أن نحترم إرادة الشعب الليبي. هذه الثورة قام بها الشعب الليبي. الشعب الليبي عبارة عن غمة صبعة فقط في الحبر وبعد ذلك لا صلاحية، لا عاد كل منهم إلى مكانه. وبالتالي بنقول أن هذه الثورة هي ثورة شعب بالكامل، فالشعب هذا لا يستعمل إلا حين التصويت فقط بإعلانات من الناخبين. هناك لجنة 60 يا أستاذ محمد أعدت آلية انتخابية وتم انتخاب مجموعة منهم، وهناك حقيقة صعوبة في استكمال باقي العملية الانتخابية، ولكن نحن السرعة هذه في حديث السادة اللي في اللجنة ما كان يجب عليهم أن يدافعوا على ما هم كتبوه بموجب قرار صدر من المؤتمر الوطني يحوي تكليفهم بإعداد آلية أو إعداد
ديباجة لاستعانة بها من قبل المؤتمر الوطني، ولكن لا يكونوا مدافعين على هذه الآلية وإيصالها إلى الشعب الليبي اللي حقيقة واقع في حيرة باحتكاكي بمجموعة من القانونيين في مدينة بنغازي ومواطنين بسطاء من مدينة بنغازي، هم خارج هذه اللعبة، خارج هذه هذه الحقيقة الاستفراد بهذه العملية المتمثلة في إعادة تصحيح أو إعادة تعديل بعض نصوص الإعلان الدستوري المؤقت. طيب سيد محمد، حتى أفهمك جيدا سيد سميح الأطرش وأفهم هذه الانتقادات التي تدلي بها الآن وهذا الرأي، إذن ماذا تفضل؟ يعني أعدوا يا أستاذ محمد كلام السيد، كلام السيد زميلك الذي استضفته النعمي، نعتقد في بداية حديثة كان واضحا وصريحا. 59 مادة وضعوها، نحن مادة واحدة رقمها 30 حيرتنا كرجال قانون، حيرتنا ومعروف ما اللي جابها وكيف انجابت وكيف اندست، وندفع في ثمنها حاليا من أعضاء المجلس الانتقالي السابق. وبالتالي حاليا أعدوا 59 مادة ويحطونا توه مش كفينا مؤتمر وطني، الشعب اتخذ قراره بأنه هو لا يرغب في هذا التجمع أو هذه الآلية القانونية المتمثلة في الأعضاء. العيب مش في الكراسي، العيب في من هو يجلس على هذه الكراسي. لم يكونوا سيدي محمد متعاونين مع الشعب الليبي، نزلوا إلى الشوارع في الشعب الليبي وتعاملوا معهم كأخوة وزملاء لهم، كانوا متعاليين في السلطات بتاعهم. وبالتالي حبوا توا حاليا باختيار آلية جديدة للشعب الليبي ان نحن نبون نعدوا المادة 30 او نعدوا الاعلان الدستوري ب 59 مادة، وبالتالي نعود الى المؤتمر الوطني ليوافق عليها بآلية انتخابية داخل المؤتمر الوطني. من ذكر السادة الافاضل لكن سيد الأطرش حتى افهم كيف توجه هذه الاسهم عذرا سيد الأطرش حتى افهم رايك وما تدلي به. اذا انت لو سالتك لجنة فبراير وجاء أحد منها ربما المستشار محمود أو سيد عصام الماوي أو الدكتور فنوش وسألك عن هذه الخارطة التي قدمها المؤتمر الوطني، خارطة تتحدث عن الذهاب هكذا بعناوين الذهاب لانتخابات مباشرة برلمانية ورئاسية، أنت مباشرة من الشعب ومبكرة في هذه الفترة، أنت ماذا كنت ستضيف على هذه الخارطة يعني ما عدا الإضافات التي قدمتها لجنة فبراير؟ حتى افهم ماذا لماذا انت الان انا سنبحث عن آلية. انا استاذ محمد لو كنت مكانهم لوضعت آلية بوجود دستور 51 الذي دستور الاباء والاجداد، نعتقد ان لا عيب فيه، كما اخترنا العلم الاستقلال واخترنا النشيد الوطني فكان علينا الرجوع الى الدستور 51 الذي أقر في الأمم المتحدة وهو معد من قبل رجال أبطال وطنيين ليبيين يعشقون الوطن، وبالتالي قدموه على أكمل وجه. وبالتالي ممكن نعد بعض النصوص من داخل المؤتمر الوطني، فلا داعي لاختار لجنة وتكتب لي عليها لجنة 20، لجنة فبراير أو لجنة 17 فبراير، لا داعي لاستعمال هذه الآليات بتاع 17 فبراير وبتاع لجنة فبراير، سميها اللجنة لتعديل الدستور أو الإعلان الدستوري، يعني لا داعي للتلاعب بالألفاظ على الشعب الليبي. لكن نتحدث حاليا مش عن الشعب الليبي، نتحدث طيب كمواطن ليبي غائب ويعلم السادة كلهم بما فيهم الأستاذ أحمد لنجي المتواجد واحد الأعضاء، فمش عارف أستاذ أحمد يعطي صوت المن يعطيه اللجنة اللي هو عضو فيها ولا يعطيها للرأي العادل الصحيح الوطني إذا كان هو رجل واحد أعضاء اللجنة الأستاذ أحمد لنجي. لكن وبالتالي هناك أعضاء من المؤتمر الوطني، لكن لما يصير الانتخاب سيد سميح الأطرش حتى اللي هم يعني دعنا الناس حاجة ونرفضها. سيد سميح الأطرش كيف أنت تقرن الاثنين؟ هذه اللجنة جاءت لتنظر في خارطة فقط وتعد الإعلان الدستوري بما يتوافق مع هذه الخارطة التي أقرها المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني هو إرادة شعبية، يعني هكذا بالحسابات، أتحدث بلغة الحسابات باللغة الرقمية. نعم. على الورق. نعم. أنت تقرن مسألتين، أنت تستعين بالدستور 51 في تعديل لإجراء انتخابات يعني هذه المسألة أكثر تعقيدا أعتقد هكذا بهذا الشكل. سيدي الفاضل نحن كان عندنا في النظام السابق نعتقد ان المقبور قد قام بمحاوله لاعداد دستور ونص في الماده الاولى منه ان معمر القذافي خط احمر، وبالتالي كان سيساق هذا الدستور لولا ثورة الشباب الرجال الأبطال ثوار 17 فبراير اللي هم قضوا على هذا النظام وعلى الآليات بتاعها
كلها بما فيهم الأشخاص اللي قاموا بكتابة هذا الإعلان، هذا الدستور أو محاولة كتابته. فنحن ما نرجع إلى الخلف، نحن نمشي إلى الأمام. وبالتالي على المؤتمر الوطني كان يعرف الطريق كويس أنه يختار بآلياته بالأشخاص القانونيين الموجودين لديه وهم كثر، يكون إنهم يختاروا دستور 51 ويتم التعديل فيه، وينزلوا كذلك الخارطة اللي هي عدت من قبل التجمع اللي هو العودة إلى الشرعية، العودة إلى الحق، العودة إلى دستور 51. وبالتالي لماذا تغيب هذا كله وننشئ لجنة جديدة ويحطوا الدكتور كوني عبودة والسيدة عزة المقهور نشطاء وناس زملاء لنا منهم المحامين؟ فلماذا حقيقة يضع هذه الشخصيات في هذا الموقف المحرج الذي سوف لن يوافق عليه الشعب الليبي إذا كان المؤتمر الوطني المنتخب من قبلنا واللي هو السلطة الشرعية حتى هذه اللحظة؟ جميل حتى بعدين حتى يكون في تفاعل أيضا سيبقى في مكانه إلى أن يسلم لسلطة أخرى. طيب يعني سيد سامح نطرش فقط حتى نكون في تفاعل أيضا ضيوفي ومشاهدينا الكرام. الآن أيضا ينضم إلي عضو آخر من لجنة فبراير وهو السيد عصام الماوي. يرحب بك سيد عصام الماوي في هذه التغطية، لعلك استمعت إلى الكثير ربما، ويعني كم لا بأس به من الانتقادات التي وجهت إلى هذه الخارطة أو هذه الوثيقة التي خرجتم بها اليوم. أريد منك تعقيبا على تعليقات التي تتحدث عن أنكم اخترتم نظاما رئاسيا بانتخاب مباشر من طريق الشعب وأنتم لا تدركون يعني معايير وخصائص المجتمع القبلي كما يقول أحد الضيوف من أعضاء المؤتمر الوطني. تتحدثون عن إطالة لمدة 18 شهرا، تتحدثون عن صلاحيات لرئيس الدولة، يعني نقاط كثيرة سيد عصام، أريد منك فقط أن ترد عليها تباعا ولو كان بطلب مني باختزال نوعا ما. مساء الخير سيد محمد. أنا الحقيقة أريد أن أبدأ حديثي بجملة كررها ضيفك من مدينة بنغازي، نحن نريد أن نسير إلى الأمام. بداية أنا أستغرب حقيقة أو ربما هي عادتنا نحن كليبيين أن نحكم على الأشياء انطباعيا دون أن نطلع عليها أو نقتلها بحثاً مثل ما يقولون. من يطلع على مشروع التعديلات الدستورية الذي تم فيه تنظيم هذه السلطات وأراد حقيقة معرفة طبيعة نظام هذا الحكم سوف يصل إلى نتيجة علمية مفادها أن طبيعة نظام الحكم هو نظام شبه رئاسي. سيد محمد الكلام لك وللمشاهدين، أنا أحيل كل المشاهدين أن يدخلوا على مشروع وكيف ده ويكتب النظام شبه الرئاسي. نظام شبه الرئاسي سيدي فاضل يكون فيه رئيس الدولة ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة، وتوزع هذه السلطات ما بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء. يختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الدولة يتم اختياره مباشرة من قبل الشعب، ويختلف هذا النظام على النظام الرئاسي أيضا لأن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله. أنا حقيقة أناشد طلبة كليات الحقوق وطلبة كليات العلوم السياسية أن يأخذوا هذه الوثيقة وأن ينتجوا لنا ورقة بحثية عن طبيعة نظام هذا الحكم. هذا أمر حقيقة لا يعني طلبة في سنة ثانية قانون وطلبة العلوم السياسية في سنوات مبكرة يدرسوا في طبيعة أنظمة الحكم. هناك ثلاث أنواع لنظام الحكم، وهذه المسألة أنا أود أن أقول لك إنها مسألة قتلت بحثا وهي ميراث إنساني عميق وطويل، يعني اخترع منذ قرون. يا أما يكون رئاسي، يا أما يكون برلماني، يا أما يكون وسط ما بين الاثنين وهو ما يسمى شبه رئاسي. لماذا شبه رئاسي؟ شبه رئاسي سيدي فاضل هو تقدير للحالة وللظرف السياسي الذي تمر به ليبيا. لا يمكن الذهاب لنظام برلماني للآتي. صديقي العزيز سيد فوزي العقاب ذكر جملة وهي صحيحة، المجتمع الليبي مجتمع أولي، بمعنى لا يوجد لدينا أحزاب حقيقية. الأحزاب ليست مسميات، الأحزاب كيان حقيقي فعلا. لا يوجد لدينا مجتمع مدني، إذن لن يكون هناك برلمان يعبر عن الأغلبية، سوف يكون برلمان يعبر عن أفراد، وبالتالي لا يمكن لهذه الأغلبية المعدومة أصلا أن تنتج رئيس. على فكرة من يتحدث أو من يشبه تجربة الرئيس القادم بتجربة السيد رئيس الوزراء،
هذا أمر خاطئ. علي زيدان أو السيد رئيس الوزراء باقي السلطة لأنه لا يوجد نصاب لإقالته وليس لسوء يعني في السلطة التنفيذية ككل. هذه ناحية. الناحية الثانية ذكر في هذا اللقاء أن هذه الوثيقة فيها الكثير من التفاصيل وهذا أمر غير صحيح أصلا. ما في هذه الوثيقة هو أمرين، هو برلمان وسلطة تنفيذية، نصوص تتحدث عن البرلمان وتنظيمه ونصوص تتحدث عن السلطة التنفيذية وتنظيم صلاحياتها واختصاصاتها أيضا. أنا لكن سيد عصام الماوي حتى اختصر عليك الطريق، إذا أنتم في لجنة فبراير لماذا ذهبتم إلى انتخابات يعني انتخاب رئيس الدولة مباشر، ولماذا أيضا انتخب يعني لماذا وضعتم هذه الصورة يعني الصورة أنه يكون نظام شبه رئاسي للدولة في مرحلة انتقالية وكأنكم أقررتم؟ وسيد العقاب يسرد لك كثير من الأمثلة على الدول العربية وما يحدث فيها من استبدادية، وإن كانت المقارنة ربما لا تجوز هنا لأننا نحتاج إلى توأمة بين الحالة الليبية ومجتمع قريب من الحالة الليبية. نعم سيدي فاضل، الاستشهاد بالأنظمة العربية كتدليل على النظام الرئاسي، أنا أقول أن هذه مقارنة الحقيقة غير واقعية. الاستبداد في الأنظمة العربية لا ينتج من طبيعة النظام الحكم كونه رئاسي أو غير رئاسي، ينتج عن حالة من الدكتاتورية لدى الأنظمة العربية. هذه مسألة مهمة جدا وأعتقد أنها واضحة. لماذا الانتخاب المباشر؟ هذا الأمر من صلب طبيعة النظام الشبه رئاسي. عندما تقول نظام شبه رئاسي إذا اذهب للانتخابات المباشرة، دع الشعب يختار رئيسه. في كلمة كررها أستاذنا الفاضل الدكتور الناعمي وهي مربط الفرس في هذا الموضوع. قال ربما الانتخابات الرئاسية سوف تنتج لنا رئيس من قبيلة كبيرة. أيضا أضيف أن هناك من يتخوف أن يكون هذا الرئيس محسوب على تيار سياسي معين. تحدث عنها اليوم السيد محمود شمام في إحدى تغريداته، يقول ما هي الضمانات لأن يكون لهذا الرئيس القادم هو من الحزب؟ هل وضعتم معايير خاصة بهذا الموضوع؟ وربما هذا الأمر سيد محمد، هذا الأمر سوف ينظمه قانون انتخابات الرئاسة. أنا أريد أن أرجع للفقرة السابقة، هذا الرئيس قد يكون من قبيلة كبيرة ومن قبيلة صغيرة، هذا الرئيس قد يكون ذو توجه ليبرالي يساري إسلامي غيره. هذه هي الديمقراطية سيد الفاضل، هذه هي الديمقراطية. أنا شخصيا أرى أن ثوابت العملية السياسية الليبية الآن ترتكز على مثلث زواياها الآتي. أنا أقبل بأي رئيس يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية ولديه قطيعة تامة مع نظام سبتمبر، لا يعنيني من قبيلة صغيرة أو من قبيلة كبيرة، لا يعنيني أيضا أن يكون عربيا أو أمازيغيا أو من الطوارق أو من الطبو. نحن أمة، نحن أمة تتنوع فيها الأعراق، نحن أمة تتنوع فيها المشارب الفكرية، وهذا هو مربط الفرس الحقيقي. هناك قلق سياسي، ليس الخلل في طبيعة هذا النظام، إنما الخلل في الحالة السياسية الراهنة، الخلل في الحسابات السياسية. سيدي فاضل، يعني أنت تلخص ربما الانتقادات الحالية هي مسألة حسابات سياسية، ولابد أن تمر هذه الوثيقة على الحسابات السياسية قبل أن نسمع حاجة الوطن إليها أم لا. لكن ابقى معي سيد عصام الماوي حتى أعود إلى السيد فوزي العقاب ثم الدكتور عبد الحميد النعمي. سيد فوزي العقاب، ربما استمعت إلى عضو من هذه اللجنة يتحدث لماذا اخترنا نظام شبه رئاسي، لماذا هذه الصلاحيات، لماذا يعني هذه الوثيقة وهذا بهذا التفصيل وبهذا التحديد، يعني استمعت لنقاط كثيرة. ما سمع أسباب حقيقية، ما سمعته وسمعت رأي اللجنة فقط. أولا يجب يعني من شروط الحوار أن لا تفتكر الحقيقة، هذه أولا، يعني لا يجب أن تفتكر الحقيقة. ثانيا هذا اختلاف صوفي، اختلاف طبيعي، هذا اختلاف مبكر سيحدث في جهة تجسية وهو نظام الحكم في ليبيا، هل هو نظام برلماني أو رئاسي، وبالتالي أمر محمود وجيد ويجب أن نستمع من وجهة نظر أخرى. الأمر الآخر، المقارنة بين ليبيا وبين الدول العربية هي مقارنة دقيقة جدا. ليست دقيقة سيد عقاب، يعني أنت رجل متعلم وتعلم أنك عندما تحتاج إلى مقارنة، عذرا سيد عقاب، عندما تحتاج إلى مقارنة أول شرط من المقارنة العلمية حتى وإن كانت سياسية بالمقاس وبالملي وبالأرقام لابد أن تتوفر لك التوأمة، أي أن يكون هناك يعني تدرس أخوين من أسرة واحدة. يعني علم المقارنة علم معروف بسلوطه وأساسياته، يعني ليس بهذا الضغط، لكن على الأقل
نحن نتحدث يا سيدي على دول ما بعد الربيع العربي. نعم. دول ما بعد الربيع العربي هذا 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 أمر نستطيع أن هذا قصد مشترك نستطيع أن نطالب به. لماذا لماذا المؤسسة العسكرية في مصر قفزت على السلطة وقبضت على الرئيس وسجنت؟ لماذا؟ لأن من وجهة نظرهم أن الرئيس مرسي الذي اختاره الشعب المصري قد تبدل بالسلطة وخرج خارج السياق الطبيعي. أنا عندما تحدثت أن أحد الأسباب في ليبيا لا يوجد هناك مؤسسة عسكرية تحتكر العنف مختصة ومستقلة حتى ربما يعني تكون هي الحل إذا تبدل الرئيس. أيضا نحن تحدثنا على فريق. أنا أقول لك شيء. لماذا أمريكا انتخاب يعني نظام رئاسي كامل الدسم كما يقال؟ لماذا بريطانيا نظام برلماني؟ لماذا سويسرا جمعية وطنية؟ هذه طبيعة المجتمعات تحفز ذلك. طبيعة المجتمعات ليبيا أنا من قبيلة لكن أتحدث أن ليبيا مجتمع أولي عندما نذهب إلى الانتخابات الرئاسية شبه مباشرة سوف تكون هناك قبائل معينة تحتكر هذا المقعد وهذا أمر يعني الديمقراطية العددية في ليبيا إشكالية. بيروت لبنان من يتحدث عن لبنان هذا النتيجة السكر الثقافي الراقي لكنهم لا يتحدثون عن ديمقراطية عددية بل يتحدثون عن ديمقراطية توافقية وذهبوا إلى طوائف. لماذا؟ لأن استقرار المجتمع اللبناني في ذلك. هذه طبيعة المجتمع الذي يحكوا عليها. أيضا تحدثنا عن ذلك المرحلة لا أحد يستطيع ينكرها. يعني نعرف سيد زيدان الآن سيد زيدان يجد في مقر الدعوة الإسلامية التي يقع فيها القعقاع التي قرأت بيان عن المؤتمر. لا يستطيع أحد أن يمس سيد زيدان وهذه القوة موجودة في حماية هذه القوة. هذه أيضا من أسباب المراحل أو من طبيعة المرحلة تحدثنا عليها. أيضا هذا ليس من حق هذه اللجنة من حقها الأساسية أن تضع نظام 18 شهر أو 20 شهر وكأن توحي للناخب الليبي أين سنذهب. أنا ما أريد أن أقوله أن هناك مغامرة للذهاب إلى النظام الرئاسي المباشر أو شبه الرئاسي يعني الكامل أو شبه الرئاسي. هناك مغامرة في ليبيا لا طبيعة المجتمع ولا الأنظمة العربية لا أحد يستطيع أن يقنعني. طيب كل سيد جميل سيد العقاب حتى أعود إلى دكتور عبد الحميد النعمي أريد أن أسأل ماذا لو ترك لكم أنتم في المؤتمر أو البرلمان أن تختاروا رئيسا للدولة بالاقتراع عبركم أنتم؟ هل سنعود إلى الحديث عن ما حدث للمربع الأول كما يسميه السياسيين والإعلاميين إلى ما حدث مع السيد علي زيدان وإلى ما حدث مع السيد الدكتور بوشاغور وإلى ما يحدث الآن في مسألة سحب الثقة؟ هل نعود إلى النقطة الأولى؟ هل تفضل ذلك؟ ماذا يعني لا فهم سؤالك وكأنها مسبة إذا يعني لا ليست مسبة عذرا سيد عقاب حتى أوضح لك ليست مسبة عذرا يعني إن كان فهمت ذلك. أنا وضعت لك مقارنة يعني ما حدث في السابق انتخب رئيس للحكومة من المؤتمر الوطني وتحدثنا عن جدالية طالت لأشهر وأنت اليوم تتحدث عن اقتراح آخر في مسألة انتخاب رئيس للدولة من داخل هذا البرلمان يعني وكان أشبه الحالة بما حدث في السابق مع السيد علي زيدان وما يحدث معه الآن. هذا هو فقط الغرض من سؤالي. أنا يا محمد أتحدث إلى توافق سياسي في ليبيا يجب أن يترجم. الأمر ليس فقط الأصلح أو غير الأصلح. هناك توجهات سياسية. هناك من يرى نظام برلماني. هناك من يرى نظام رئاسي. هذا أمر مشروع وطبيعي لكن يجب أن نصل إلى توافق. الأقرب في الحالة الليبية هي أقرب للنظام البرلماني. هي أقرب جدا إلى النظام البرلماني وبعيدة جدا عن النظام الرئاسي. اللجنة في فبراير حقيقة هي ترى الأزمة إن هناك تداخل صلاحيات وهذا أمر معروف لكن انتخاب الرئيس مباشرة ليس له علاقة بتوضيح وتوزيح هذه الاختصاصات. يعني ربما نوزع هذه الاختصاصات ونوضحها وتوزع توزيعا جيدا ومحكما دون أن نجد انتخابات رئاسية مباشرة. جميل. الانتخابات الرئاسية المباشرة تعتمد على مجتمعات متمدنة وأحزاب قوية وهذا الأمر لا يوجد لدينا. لا هذا يعني نحن تحدثنا إشكالية في المصدرية وليست في الصلاحيات. طيب. لكن سيد عقاب إشكالية في الصلاحيات فالصلاحيات ربما حلها بنظام برلماني. طيب. لكن المصدرية أعتقد أنها إشكالية كبيرة عندما يأتي رئيس ويستبد بالجميع في لحظة. لكن سيد العقاب يعني كيف يبنى أن المجتمع الليبي قريب من المسألة البرلمانية؟ هذا أولا وثانيا حتى أعود فقط هذا أولا في هذه النقطة وكذلك أيضا نتحدث عن يعني مسألة البرلمان الآن واختياره للرئيس. يعني الآن هذه اللجنة عينت من المؤتمر الوطني وفي أعضاء من المؤتمر الوطني ولعلهم يدركون ما هي خطورة هذا الموضوع. نعم
نعم يعني هذه اللجنة يعني لديها أعضاء مؤتمر واتخذت قرارها وحالت تقريرها، لكن أيضا هذا وجهة نظر موجودة يعني يجب احترامها ويجب الأخذ معه ويجب الوصول إلى مساحات مشتركة من أجل بناء توافق سياسي. وأيضا صحيح نحن نعترف أن من أحد يعني أحد سبب الأزمة في ليبيا هي لابد من إعادة الهيكلة، وجود مؤتمر وطني بهذه الصلاحيات ووجود رئيس وزراء بهذا الشكل هو سبب مشكلة، لابد إعادة الهيكلة، ولكن لا نذهب بعيدا جميل. عن التوافق السياسي وعن ما هو ملائم. ابقى معي السيد العقاب، سنعود لهذه النقطة. لا أعلم مسألة الصلاحيات في المؤتمر الوطني، بالأمس أحد الأعضاء الذي كان معي في هذه الحلقة تحدث عن فقرة في الإعلان الدستوري واضحة تتحدث أنها وظيفة إحدى وظائف المؤتمر الوطني هو تسيير ما يحدث أو تسيير الأعمال في البلاد، وكانها هي وظيفة تنفيذية، والآن هناك من يحتج على هذه الخارطة، وهناك من يقول أنا أعلم ما هي صلاحياتي والغير يقول لا. لكن أذهب إلى الدكتور عبد الحميد النعمي. دكتور عبد الحميد النعمي، في هذه الحالة التي ربما حتى من خلال هذا النقاش في مسألة الدفاع عن النظام الشبه الرئاسي الآن الذي تقوله اللجنة، وأيضا عن هذه الانتخابات البرلمانية المباشرة، لكن سؤالي بشكل سياسي وأنت ربما يعني تراقب المشهد عن كثب، هل في اعتقادك حتى لو إن لم يكن هناك رئيس للدولة، هل في اعتقادك أن ما يحدث الآن وداخل بيئة المؤتمر الوطني تحديدا سياسيا، هل تستطيع الموافقة على مثل هذه الخارطة، خارطة فبراير وما قدمته اللجنة اليوم؟ لا، يبدو أن هذه الخارطة يعني غير متماسكة وغير منسجمة مع طبيعة المرحلة. طبعا لو سمحت يعني ممكن نحتاج إلى ثواني للتعليق على نقطة وتيرة تثرت حضرتك وترها صديقنا الدكتور فيصل. نعم، قضية أن الدكتاتورية أو الاستبداد ينتج من طبيعة الدكتاتورية للنظام، وحضرتك أشرت أن يعني نقاشنا هذا مثلا ينطلق من حسابات سياسية. بالعكس يعني مسألة حسابات سياسية هي بعيدة كل البعد عن هذه القضية. احنا نتكلم على الدستور بعيد المدى لعشرات السنين. بالنسبة لطبيعة النظام السياسي هي نتيجة وليست سبب. طبيعة النظام السياسي نتيجة لبنية اجتماعية اقتصادية تاريخية جغرافية سكانية، يعني طبيعة المجتمع الليبي وطبيعة الواقع الليبي هي اللي تحتم شكل النظام السياسي المناسب وليس العكس. ما نجيش نقول والله طبيعة النظام الدكتاتوري هو اللي دفعنا للاستبداد، معناه كأن احنا فسرنا الماء بالماء. الاستبداد ينتج نتيجة لقصور في التشريعات وقصور في التنظيمات اللي لا تستجيب ولا تتكيف مع الواقع الاجتماعي المطروح أمامنا. أمامنا واقع اجتماعي كما أشار السيد فوزي أن يعني فعلا هي مجتمع أولي، مجتمع بحاجة إلى الكثير من الميراث، بحاجة إلى إثراء تجربته الديمقراطية، بحاجة إلى تنمية ثقافته السياسية. إذن في هذه المرحلة يمكن أن نحن ندفع بنفسنا في المجهول ونتبنى نظام زي ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا نستغرب كيف أن الإخوة أعضاء اللجنة على طول مشوا للنظام الموجود مثلا في الولايات المتحدة وربما بأقل درجة في فرنسا، لكن أكثر حاجة موجود في الولايات المتحدة اللي هو الرئيس، هو اللي يعني هو رئيس الحكومة ورئيس الدولة في نفس الوقت، هو رئيس الإدارة. فاحنا طبعا بيقولوا هم في مقترح متاعهم يعني رئيس الحكومة رئيس الدولة ينتخب رئيس الحكومة، وبالتالي رئيس الحكومة مسؤول أمام رئيس الدولة. إذن يعني ما اختاروش حتى مرحلة انتقالية. يا ريت أن لو فكروا مثلا في نظام زي نظام إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، اليونان، تركيا، الدول البرلمانية اللي فعلا رئيس الوزراء يعتبر مسؤول أمام البرلمان وينتج عن الأغلبية في البرلمان ويحاسب بشكل مباشر. رئيس الدولة مهمة رمزية، مهمة شرفية، وبالتالي لا نضع أمامه إمكانية للاستبداد بالسلطة ولتسخير إمكانيات الدولة. لكن دكتور عبد الحميد، حتى أكون منصفا معك ومع المشاهد وحتى أفهم أنا شخصيا،
دكتور عبد، يعني كيف بنيت رؤيتك الآن وفقا لما خارطة، مجرد خارطة تذكر 13 صلاحية لرئيس الدولة، كيف بنيت فكر أن ربما الرئيس القادم سيكون استبدادي؟ يعني لم أفهم كيف بنيت هذه الطروحة أو هذا الرأي، وفقا لماذا؟ ما هي المؤشرات؟ الرئيس مجرد أن يكون منتخب بشكل مباشر من الشعب سيشعر بنفسه في على الأقل في مستوى البرلمان وعنده شرعية، وأحيانا أعلى من مستوى البرلمان باعتباره هو يمثل الدولة وإلى آخره، وباعتبار نحن في دولة نامية، بمجرد أن تتوفر له هذه الإمكانية سيقوم بتجميع الإمكانيات والقدرات بقدرته على التفاوض وقدرته على تكوين المجموعات، وطبعا ميول الشعب الليبي أي الشعوب اللي هي حديثة العهد بالديمقراطية تميل إلى الالتفاف حول شخصية معينة، ويعني حتى ولم يكن مثلا شخصية قوية ستعطيه انطباع أنه هو شخصية فدة وشخصية قوية، وستجعل منه قائد وستجعل منه نصف إله. هذه طبيعتنا المجتمع المجتمع، يعني أنت لا تفضل أن تكون ضمن هذه الخارطة انتخابات مباشرة لرئيس الدولة، لكن الدكتور عبد الحميد لماذا لم تنتقد طبعاً. نعم، لماذا لم تنتقد شخصيا الحديث أو المؤتمر الوطني عندما وضع الخارطة بجزئي ألف وباء، وكانت الباء واضحة تتحدث عن انتخابات مباشرة للبرلمان وأيضا انتخابات مباشرة اختيار رئيس للدولة؟ لا انتقدناه واكتبنا في ذلك، اكتبنا الكثير، يعني من شهر 6 إذا كنت لاحظ احنا قدمنا مبادرة وكتبت مقالات من شهر 6. لا أتحدث عن المبادرة الأخيرة دكتور عبد الحميد، في الأسبوع الأول دكتور عبد الحميد، حتى المبادرة الأخيرة اللي قدمها المؤتمر الوطني أنا قدمت كتبت عليها مقالات في حوالي 5 أو 6 نقاط اللي يعني تجعل منها غير عملية. يعني فعلا احنا متابعين نشاط المؤتمر الوطني خطوة بخطوة، ونقدم في تعليقاتنا ونقدم في تحليلاتنا للمطروحات اللي تستجد على الساحة. ولكن الآن المؤتمر الوطني لم يعد أمامه متسع من الوقت لإجراء مزيد من التجارب، وفعلا نعتبر أن يعني ما قدمته اللجنة الأخيرة لجنة فبراير هو فعلا تجربة غير مدروسة وفضفاضة، وللأسف الشديد لكن لا دكتور نعمي كيف تقرأ كيف تقرأ حديث السيد فوزي عقاب عن اختيار الرئيس للدولة عن طريق هذا البرلمان القادم إن جرت انتخابات مباشرة؟ أنا أتفق معه تماما فعلا. لو قررنا أن يكون عندنا رئيس يجب أن يكون من البرلمان، ولكن أنا شخصيا الآن لا أفضل أن نحن نهتم كثيرا بقضية رئيس الدولة. يعني أنا قدمت مقترح بتشكيل مجلس رئاسة، من الأفضل أن يكون عندنا مجلس رئاسة من 5 أو 7 شخصيات يتم اختيارها بطريقة أو بأخرى من المؤتمر الوطني. طيب. من المؤتمر الوطني القادم طبعا احنا ما نتكلموش الآن. هل أفهم ربما أو هذا يعني أن ما يحدث الآن من هذه الدوائر المفرغة التي ندور فيها طوال 5 أشهر تحديدا إن صحت يعني تحديد هذه الفترة، هل نستطيع أن المؤتمر الوطني لازال يكسب في الوقت في مسألة خارطة الطريق ومسألة إيجاد بدائل مناسبة لما يحدث الآن؟ صحيح، أنا لاحظ أن المؤتمر الوطني فعلا هو يكسب الوقت، ما بيش نقول عمدا، يعني استغفر الله، طبعا كلهم أصدقائنا وكلهم يعني يبذلوا في جهد، ولكن جهد في الوقت الضايع. ولاحظ أن طبعا في هذه المرحلة يزداد التوتر ويزداد الارتباك وتقل قدرتهم على الإبداع وتقديم حلول، وبالتالي يعني فعلا نحن مضطرين أن نحن نستمر في عملية البحث العشوائي، مثل قضية هذه اللجنة اللي جت يعني بشكل عشوائي في غير محل، حلها لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. نعم. بحيث أن الخيارات تصبح محدودة أمامنا، يا إما إعادة انتخاب المؤتمر الوطني بصيغته الحالية وبتشكيله الحالي ما عدا طبعا النظام الانتخابي، أو تسليم مهامه إلى لجنة الستين. طيب. وهذا أيضا محتمل نتيجة طبعا التوتر المتصاعد الآن اللي نشوف فيه. سيد عصام الماوي، استمعت إلى حديث سيد فوزي عقاب وأيضا الدكتور عبد الحميد نعمي في مسألة
يعني انتخاب رئيس ربما أنها تخلق الآن في هذه الحالة من الفوضى والسيولة الأمنية وحالة أيضا يعني اللهجة السياسية والقبلية وأيضا المناطقية السائدة الآن في ليبيا بعد الثورة، ربما تخلقون من هذا المقترح نصف إله جديد في ليبيا يعني أو دكتاتور جديد آخر. نعم سيد محمد، أنا أتمنى أن تعطيني الوقت الكافي لكي أجيب على كل هذه التساؤلات. نعم. بداية سيدي فاضل والحديث لكل المشاهدين، الاستبداد ليس مرهون أو رهينة أو مقرون بأشخاص. الاستبداد هو بيئة. نحن هذا الأمر كان نصب أعيننا عندما قمنا بوضع نصوص هذا المقترح لتعديل الإعلان الدستوري، بمعنى أن حاولنا تضييق فرص الاستبداد أو غلق أو إغلاق أو تضييع هذه الفرص على من يحاول أن يخلق هذه البيئة. على سبيل المثال، الصلاحيات التي منحت لرئيس الدولة وفقا لهذا المشروع تتمثل في حوالي 13 نقطة، منها على سبيل المثال تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، بمعنى أن الرئيس لن يملك أن يعين رئيس جهاز المخابرات العامة إلا إذا وافق له مجلس النواب. المسألة مثال آخر وهو مهم جدا، إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الإجتماعية يعلنها الرئيس بعد موافقة مجلس الأمن القومي وبعد اعتماد البرلمان لها. انظر مثلا، لكن سيد الماوي عذرا حتى نكون في السياق ذاته، هو الفكرة التي ربما ألخصها من الدكتور عبد الحميد النعمي وأيضا السيد فوزي العقاب وأيضا السيد سميح لطرش في مسألة أنك تنتخب مباشرة من الشعب، لماذا لم تختاروا الانتخاب من البرلمان حتى تكون السلطة متكافئة كما يقول الدكتور عبد الحميد النعمي، ولا يقول أنا رئيس انتخبني 6 مليون ليبي، ونتحدث عن هذه المجابهة التي حدثت في دول قريبة منا، يعني لو نظرنا شرقا فقط لما يحدث. نعم سوف أجيبك سيد محمد، لماذا لم نقرر انتخاب الرئيس من البرلمان؟ لسبب بسيط، أنه لا توجد في ليبيا الآن البيئة السياسية التي تمكننا من انتخاب رئيس من البرلمان، أو بالأحرى نحن سوف نفهم في هذه الحالة كيف النظام البرلماني. كيف سوف أجيب لو سمحت لي سيد محمد؟ لأن الوقت بدأ يداهمنا يعني حتى نختصر. الناخب يعبر عن إرادته إما بشكل مباشر يذهب هو إلى صندوق الاقتراع، إما عبر وسيط. هذا الوسيط في العالم الآخر هو حزب، بمعنى الناخب يعطي صوته لحزب معين، هذا الحزب يشكل أغلبية في البرلمان، هذه الأغلبية تفرز رئيس. بالله عليك سيد محمد والكلام للمشاهدين، نحن في ليبيا لا توجد لدينا أحزاب حقيقية. أحزابنا التي أنشأناها وأنا أحد المشاركين فيها هي أحزاب قرارات، بمعنى نحن قررنا، لم تخلقها البيئة ولا الظرف الاقتصادي ولا الظرف السياسي. لا توجد لدينا بيئة حقيقية لكي البرلمان ينتخب رئيس. تخيل المشهد أننا لو شكلنا البرلمان من 300 عضو أو من 200 عضو على أساس فردي أو نسبة بسيطة للأحزاب، كيف يمكن أن تفرز لنا رئيس يعبر عن أغلبية الأصوات التي يملكها الشعب بالحقيقة؟ سوف نكرر المشهد الذي يحدث اليوم في المؤتمر الوطني العام عند النظر في انتخاب الرئيس القادم. كل يرشح نفسه بغض النظر عن كفاءته وإمكانياته، الكل يسأل عن الدعم داخل أروقة المؤسسة التي تملك الاقتراع، ويعني لكل يعني أنا لا أريد أن أتحدث عن الواقع ولكن أني أؤمن مسألة مهمة جدا. أيضا كان أمامنا في اللجنة مجموعة من الخيارات، إما رئيس بصلاحيات كبيرة وقد تكون توفير بيئة للاستبداد، إما رئيس بصلاحيات ما يسمى مراسمية أو صلاحيات ضعيفة وهذا لا يخدم الحالة في ليبيا، بمعنى آخر رئيس بصلاحيات معقولة موزعة بين الرئيس وبين البرلمان. على سبيل المثال، اختيار رئيس الوزراء أو تعيين رئيس الوزراء في المشروع، قد قرر أن يقوم الرئيس بتسمية رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكم. رئيس الوزراء بعد التشكيل ووضع البرنامج يتقدم للبرلمان لنيل الثقة على أساس البرنامج والتشكيل، بمعنى عندما لا يوافق البرلمان لا يكون هناك رئيس وزراء. هذه الصلاحيات أنا أنصح الجميع أن يطلعوا على المشروع بشكل دقيق وأن يقرؤوه قراءة متأنية، سوف يجدوا صلاحيات متوازنة تماما ما بين الرئيس وما بين البرلمان، وهذا ما يجسد في مجمله أو في عمومه النظام الشبه الرئاسي.
نحن لا نريد نظام برلماني الصلاحيات فيه مشتتة بين مجموعة كبيرة من الأشخاص داخل البرلمان، ولا نريد نظام رئاسي كل الصلاحيات أو أغلبها أو أهمها في يد الرئيس، ربما سوف نكون أمام حالة استبدادية. نحن نريد الحل الوسط. طيب ماذا لو سيد الماوي؟ لا يمكن لنا كليبيين أن نشذ عن ما هو موجود في العالم. خلاص نحن سدنا 42 سنة من تجربة شافة، سدنا 42 سنة ونحن نخترع في العجلة. الآن ينبغي طيب. ولا أعتقد أن لا يوجد، لا أعلم إن كان يوجد نظام سياسي يختار البرلمان السلطة التشريعية رئيسا للسلطة التنفيذية من خلال أعضائه الأعلم، لكن سأبحث عن هذه المعلومة. لكن سيد الماوي، ماذا لو طلب منكم المؤتمر، ولا أعلم المؤتمر لم نستمع إلى صوته، في مسألة أنه يعقد جلسة لطارئة لنظر في هذه الوثيقة من عدمها، لم يصرح حتى الموقع الإعلامي التابع للمؤتمر بذلك، لكن ماذا لو طلب منكم المؤتمر تعديلا بخصوص هذه الوثيقة؟ سيد الماوي، سيدي فاضل، أنا شخصيا يعني لأمانة أن أشترك في أي تعديل متى كان هذا التعديل من الناحية الفنية والعلمية والمهنية صحيح. ربما قد أرفض إذا كان المطلوب شيء مخالف لما تعلمناه أو لما هو موجود في علم السياسة وفي علم القانون. هذه ناحية. سيد فاضل، ربما في مسألة مهمة جدا عرج عليها أحد الضيوف الكرام، وهي أن مسألة الآن عند لدينا إشكالية في الزمن، سوف يستغرق زمن طويل، وكان في نفس الوقت هناك مطالبة بإعادة انتخاب المؤتمر الوطني العام. أنا أقول سيدي فاضل، الزمن هو الزمن، الزمن الذي سوف نحتاجه لانتخاب برلمان ورئيس في ذات الوقت هو الزمن الذي سوف نحتاجه لإعادة انتخاب المؤتمر الوطني العام. طيب. ما هي العملية الانتخابية؟ العملية الانتخابية هي سجل ناخبين، سجل مترشحين، فترة زمنية للدعاية، يوم اقتراع، فرصة إعلان نتائج، فرصة للطعون، إعلان نتائج نهائية. كل هذه الإجراءات سوف نمر بها سواء انتخبنا مؤتمر وطني عام جديد أو انتخبنا برلمان جديد. مسألة أخيرة وهي مهمة جدا في الفضل، نحن الآن في حالة وفي مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية سياسيا ليست بحد ذاتها، هو ظرف اضطراري إجباري تقع فيه الدول أو الشعوب. المطلوب دائما والصحيح دائما هو التخلص بأسرع وقت من هذه المرحلة الانتقالية. أعتقد الآن أن المكسب الكبير في هذا المشروع أننا ربما، أنا أعترض حتى على الفترة القادمة اللي فيها برلمان وفيها رئيس بالمرحلة الانتقالية الثالثة. المرحلة الانتقالية هي غياب المؤسسات الدستورية. متى وجدت هذه المؤسسات الدستورية وإن كانت بوثيقة مؤقتة على سبيل المثال، حتى ولو بدستور مؤقت، أعتقد أن نحن خطونا خطوة مهمة وقفزة كبيرة جدا باتجاه المرحلة المستقرة. المشهد في ليبيا إذا مقر هذا التعديل سيكون آتي. هناك فصل باختصار سيد الماوي، نعم باختصار سيدي، سوف يكون هناك فصل تام ما بين الصراع والاختلاف حول القضايا القيمية، الشريعة، اللغة، شكل الدولة. هذا سوف يكون موضوعه لم نتناوله نحن، سوف يكون لدى لجنة 60 والدستور الدائم. وفصلنا ما بين معركة بناء الدولة التي تتطلب لانطلاقها وجود هذه المؤسسات. نحن سوف يكون لدينا رئيس دولة، سوف لدينا حكومة، سوف يكون لدينا برلمان بصلاحيات واسعة، سوف يكون لدينا سلطات متوازنة تماما. نعم طيب، للأسف للوقت فقط يدهمني، لا أعلم إن كان لدي فقط دقائق حتى أعود إلى السيد سميح لطرش. سيد سميح لطرش، أريد منك تعليقا وتعقيبا في دقيقة واحدة أرجوك حتى يختم هذه التغطية التي دامت ساعتين في لجنة فبراير وهذه الوثيقة التي خرجت. نعم، أنا أشيد بما ذكر الأستاذ عبد الحميد النعمي جملة وتفصيلا. اثنين، نتمنى أن يوم التصويت يا سيد محمد زيدان، يوم التصويت نعم. على هذه الآلية التي وضعت من لجنة فبراير ألا تكون في ذات اليوم اللي تم فيه التصويت على سحب الثقة من الأستاذ علي زيدان رئيس الوزراء في دولة ليبيا. هذا الجزء الثاني. الجزئية الأخيرة هو أن في هناك سرعة في إعداد 59 مادة من رجال القانون، وأنا رجل قانون من 38 عام
فيتعذر على رجل قانون الحريص أن يضع آلية لتعديل دستوري ل59 مادة خلال هذه المدة البسيطة. ونعتقد الدكتور عبد القادر الدورة قادر على الإجابة على ذلك وقد أجاب عليها في محطات أخرى. نعم. وشكرا. نعم أشكرك جزيل الشكر سيد سميح الأطرش الحقوقي كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي. كما لم يبقى إلا نشكر ضيوفي الذين كانوا معي في هذه التغطية. أشكر الدكتور عبد الحميد النعمي المحلل السياسي كان معي عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس. وأيضا أشكر المستشار محمد جربوع عضو لجنة فبراير وكذلك أشكر عضو لجنة 60 وأستاذ القانون الدستوري الأستاذ الدكتور عبد القادر قدورة. وكذلك لا يفوتني أن أشكر أيضا عضو المؤتمر الوطني السيد فوزي العقاب الذي حدثنا أيضا وتفضل برأيه في هذه المسألة. وأيضا أشكر عضو لجنة فبراير السيد عصام الماوي واعتذر شديد الاعتذار لسيد فضيل اللمين للأسف لم نستطيع أن نتمكن أن نتصل به حتى نجري معه حتى مداخلة بسيطة فيما يخص مشروع الحوار الوطني الذي أطلق ودشن لمداخلة حتى بسيطة ليطلعنا على هذا المشروع وكيف وصل. وأعتقد الآن في طبرق وهناك إجراءات أو يعني خطوات حثيثة للمضي في مسألة الحوار الوطني لكن للأسف ليست لدينا الوقت ولم نتمكن من توفيره بسبب جدالية هذا الموضوع خصوص لجنة فبراير. فقط تبقى سؤال في مسألة لجنة فبراير هناك من يسأل لماذا لم تحدد الصلاحيات في مسألة هل الرئيس هذا بإمكاني أن يجري تعديلا دستوريا. ربما الإجابة واضحة لأن هو أعلى يعني أعلى سلم أو درجة في السلطة التنفيذية أي أنه يمثل رئيس الوزراء ولكنه أعلى منه لأنه هو الذي يختار رئيس الوزراء. هذا إجابة ربما واضحة من هذه الخارطة. أيضا أشكر من أعد ومن نسق هذه الحلقة الزميل باسم العرفي وأيضا أشكر كل متابعينا والزملاء الذين كانوا معي في هاتين الساعتين. مشاهدينا الكرام أشكركم أنتم أيضا على المتابعة وحسن المتابعة. محمد زيدان يترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء.